عنابر ايه عنابر ايه كل اسمع ايه الحاضر واللي غايب والنايم صحصحوه الغرباء والحبايب والهايم نبهوه خارج للنور شحاته فارس من ظهر ابوه كفاره وفرقت كفاره وفرقت كفاره وفرقت يا شحاته قد اذنوا النور تتتتا والله يا شحاته انت اغرب مسجون قابلته في حياتي. معقوله تبقى خارج من السجن وعايز تحلق دماغك زيرو؟ بقول لك يا صمويل عايزك تحلق لشحاته. حصان فتحي قال لي خلص الطابور ده الاول. اسمع الكلام يا صمويل، شحاته اول هو خارج من السجن. حاضر يا حصان، قوم يا ابني. وانا اللي هدب اول مكنه. هات دقيت الوشم ده فين؟ هنا كله بحسابه. طب عايز ادق وشم انا كمان. اوديك تدق وريني. حاسب اتعوره. خرب بيتك دي ماسكه راس دي. مش باقي مني غير شوية ضيف عني أنا هديهم لك وأمشي بصبري في الملكوت يمكن في نورهم تلمحي خطوة تفرق معاك بين الحياة والموت. الاحتلال الامريكي للعراق انسحابا تدريجيا بعد احتلال دام ما يقارب العشرة اعوام، ومن المنتظر ان تستمر عمليه الانسحاب 3 اشهر حسب ما اعلنه البنتاغون في جدول الزمن. ترحل القسم التابع له ويتم الافراج عنه بعد اتمام الاجراءات. وصلت ازمه الغذاء والبطاله في مصر الى درجه وصفها المراقبون خطيره وبانها تنذر بكارثه انسانيه، وذلك وسط مخاوف دوليه من تفاقم هذه الازمه مما يهدد امن واستقرار المنطقه. اهو جه اهو جه. مش باقي مني غير شوية قوة في ردي حزمي عليهم وانت بتخطي. يا فندم الأولاد المركزية، يا فندم الأولاد المركزية، الأهالي هاجمين على قطر القمح بيوقفوه. مش باقي مني غير شوية ضيف عيني أنا مش عايزه. لو كنت يوم هلمحك وانت بتوطي في معركة ما فيهاش ولا طيارة ولا جيش وانت في طابور العيش بتبوس ايدي الزمان ينولك لقمة بتبوس ايدي الزمان ينولك لقمة من حقك المشروع. مش باقي مني غير شهقة في نفس مقطوع وانا صوتي مش مسموع يا حلمنا الموجوع من المرور ممنوع وانا صوتي مش مسموع يا حلمنا الموجوع من المرور ممنوع مستني لما يمر موكب سلاطينك مستني لما يمر موكب سلاطينك ومش باقي مني غير شوية حب بشروقك على شوية رحمة من دينك على شوية صبر من دينك. هو ايه اللي بيحصل ده؟ مش باقي مني غير شوية لحم في كتافي بلاش اتبعتر في البحر ومش باقي مني غير شوية لحم في كتافي بلاش اتحرق في قطر الصعيد في العين مرة واحدة لو كل ألف
شرميك وأباهم يمكن في مرة تطلبيني شهيد هحتاج يوميها الدم هحتاج يوميها الدم يمدي على شهادتي رفاعي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته رفاعي مرتي بتولد من امبارح والعيال محشور فيها والدايه بتقول عايزين حقن الطالق عندك عندي ان شاء الله ما تقلقش طب يلا شاهد جاهز جاهز ايه العربيات دي ده عربيات حكومه تلقاهم جايين يقبضوا على حد تاني بقى لهم اسبوعين عاملين زي المسعير عمال يقبض على العالم انا مش حد عندكم في مصر قبض عليه ليه في ايه ولا في ايه انا جاي ولد المارة عندك قوم الجوز في مصر وجمرة تولد هنا انا عاوز العائل يبقى مواليد الصعيد طب على مهلك شويه حجاج على مهلك شويه نضارها تقع الحقني يا حجاج النار جايه في جسمي انا جيت اهو يا رب يا سات شد حيلك مار شد حيلك انت ودي على الحفنه خلص الولي اروح منك سعد عايز بسم الله الشافي شد حيلك شد حيلك بسم الله مبروك يا حجاجك ولا اسمر زي امه راجل ان شاء الله الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه بسم الله الرحمن الرحيم انا خلصت خلاص يا حجاج خلصت دي هتقومي بالسلامة إن شاء الله سايق عليك النبي تخلي بالك علي بياتي بيقولوا قتلوا الرئيس رئيس مين؟ هم مين اللي قتلوه؟ أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه حظر التجوال من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا وتهيب بالسادة المواطنين الالتزام بهذا القرار والوصول إلى منازلهم قبل موعد الحظر كما أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنع المسيرات والتجمعات منعا باتا أيا كان هدفها قبل وبعد موعد حظر التجوال حكومة ايه يا واد؟ انت مين يا جدع انت ورايح فين؟ انا مين ده ايه؟ انا الجنايني بتاع البيت انت حجاج ايوه حجاج حظك يا عم هتبرطع في الفيلا انت وعيالك برطع الحكومة خلت الدكتور مؤنس محدش عارف هيخرج امتى ان شاء الله يطلعوه بسرعة زي ما عملوا معاه قبل سابق يلا واد لا المرة دي مش زي كل مرة ده الرئيس اتقتل وباين ليه يدي فيها مين اللي انت شايله ده يا ده شحاتة اخوك اللي هيبوس شحاتة هديله كراميل خد جدع النجاح هي ام شحاته ما جاتش معاك ليه سافرت زي امنا سكاكين العرب اتقطع في جدتي اه يا ناري لو عارف مكانها اروح اقتلها ما عايز شعارها يطول عيالها يا شطه يا جوافه طلع لا 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 واقف هنا يا ريس عاوز انزل ورا قرب يا بلدي ده قرب ودوك اتفضل يا شيخ انا والشيخ شكرا الحمد لله على السلامه يا دكتور محتاج اي خدمه يا دكتور شكرا يا متر الحمد لله على السلامه الله يسلمك الحمد لله على السلامه يا دكتور ازيك يا حجاج الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه ازيك اتفضل اتفضل يا دكتور يا الف نهار ابيض عاوز ادخل من هنا علشان اسلم على الاولاد يا سلام اتفضل يا اهلا وسهلا ايه التعامل ده يا حجاج هقول لك يا دكتور اتفضل انا لقيت الشجر رامي طرح كتير السنه دي بالصلاه على النبي
وزعت اللي انت بتفرجه كل سنه على الغلابه، لقيت فاضل كتير برضه، قلت ابيعه اجل اعرف اصرف منه على الشغالين. خير ما عملت يا حجاج. يا ترى المولود الجديد ولد ولا بنت؟ شحاته شحاته يا طالب، هات اخوك يا واد. تعالى يا بت، تعالى يا واد سلم على الدكتور. تعالى يا بت. ازيك يا سالم؟ ازيك يا نجاح؟ سلم على الدكتور يا واد. ازيك يا طالب؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. امال امه فين؟ ما تنزل تتمشى شويه بدل حبستك في البيت دي، ولا خدت على الحبس يا؟ انا اكبر منك بعشر سنين، لما تبقى قدي هتقعد قعدتي. اكبر مني بقى مرتين، انا هنا وبتكلل بيها ابوك بيقعد مع مصطفى باشا النحاس في الجنينه دي. محمد حسني مبارك يؤدي اليمين الدستوريه امام مجلس الشعب وسط تفاؤل عربي وعالمي اثر تصريحات لسيادته بضروره القضاء على الفساد وحق تداول السلطه والا تزيد مده الرئيس عن فتره. انا ما عارفش ليه يا دكتور مش بتبعت لولدك في امريكا تقول له تعالى يا واد حجاوز يجيب لك عيال تقعد في وسطيها بدل قعدتك محصور. خد كل بالهنا والشفا. محمود بانه استحلى القعده في امريكا، ولو رجع لو يعني هيطردك انت وعيالك، ومش بعيد يطردني معاك انا كمان. اديله البزازه يا بيت يا نجاح. انت ليه سميته شحاته يا حجاج؟ عشان شحته من ربنا شحاته يا بيه. طيب يا ابو شحاته تعالى، علشان خاطر شحاته انا هدي لك حته الارض اللي في ركن الجنينه هناك دي، تبني لك عليها اوضه كمان ليك ولعيالك، المكان ده عليهم. انت مخك خاف، عايز ولدك لما يرجع يولع فيا انا والعيال. وكمان تاخد مكان البرجوله دي تبني عليه دكان صغير اهو، تبيع فيه الفاكهه اللي بتفيض عن اكلنا. ليهم حق يحبسوك والله، بس كان لازم يحبسوك في سرايه المجانين. والله اللي بيحصل حوالينا ده كله مش بعيد عن الجنان. الله يسامحه بقى، اللي عمله في البلد لا يمكن هنخرج منه ولا بعد 100 سنه. يا مين يعيش يا دكتور؟ شفت يا وش السعد؟ اشمعنى سميت الدكان باسم شحاته؟ ليه ما سميتوش دكان سالم؟ وليه ما يسميوش دكان طلب؟ ده لك كبير. تتخانقوا على ايه؟ ده الدكتور مشحتهولنا عشان نسترزق منه، ماهوش بتاعنا. باين عليك مبروك يا واد. رقصني يا جدع. أعمالي شغب لبعض قوات الأمن المركزي. أنا اللي كسبت، أنا اللي كسبت. هات البلي بتاعي، هات البلي بتاعي. للسيطرة على المواد المطلقة. يابا ليه كده يا سالم؟ قوم يا شاحن، مساحة تعامل غير لك ودول. تكيش ما تخافش، ده أخوك بيهزر معاك يا شاحن. تعال تعال اطلع السرير. إيه ده يابا؟ ده واش. وين الرسمة دي؟ ده أسد، أسد أبو زيد. من أسد هو يابا؟ أنا أسد. طب البس يا أسد. يا ابن أستغفر الله العظيم، اللهم إني صايم. يا واد بطلوا الهباب ده، عين واحد فيكم هتتجلع. المدفع هيضرب، ادخلوا هاتوا كوبايات عشان العرقسوس. ما بحبوش يابا. مش عشانكم، عشان الناس تكسر صيامها. يلا وانت يا طالب هات لوح ثلج وكسره. اكسر انا يابا؟ مش هتقدر يا شحاته. لا هاك. طب حط له يا طالب، حط له لوح ثلج خليه يكسره. اجمد يا شحاته. هم يا شحته وهات التلج، المدفع هيضرب. امسك يا نجاح. حاضر يا ابويا. حاضر يا ابويا. يلا يا اولاد هاتوا الكوبايات. وقف 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 وقف
صاير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شيلي يا نجاح. حاضر يا بوي. منقوم تساعد. تعال يا بوي وقف يا تعال يا خيدي. يلا يا شهدي. خش نزل اسبطون مستر اللي عمله برا. حاضر يا اخوي. بقول لك يا ابا انا كبرت بقى وعايز اتجوز. اتجوز؟ مالك يا واد لسانك معوج ليه؟ قصدي يابا عايز اتجوز كمان نص ديني. البنت سنها اللي شغاله عند دكتور مونس كبرت وبقت زي الفل. لا هتتجوز من بلدنا. هنروح ونجي لك احلى بنت في الصعيد كل. يابا ما طلبت منك اتجوز بيه سخط كرم ودي بقى من الصعيد وانت رفضت. عشان شحاته اخوك متكلم عليها قبلك وانا حجزها لك. يا جزمه يابا. هي وعبد المره شويه البنجر ده من عرف. اسم الله عليك يا اخوي. في ايه يا بنت؟ النبي جرى لك حاجه؟ مش حاجه انا جاي. ما اعرفش مالك يا جد سليمه. يا ماله عيل اعمى وحمار؟ حد يمسك في حديد الموز يكشخ عن حش رقبتك. اصل هو اتخرع. مش هترجل منكم كلكم. انت بتحاميله يابا على الفاضيه والمليانه وده عيل خرع ما يستحملش قلب. تحب فرجك؟ اقطع رقبتك لو قربت. خلاص يابا انا الغلطان مسكت الهوا. اه قال لك اهو بيمسك الهوا. غيظكم بعلامه. الوحيد فيكم اللي معاه دبلون وانتوا احسنكم يا دوب يفك الخط. بلا خط بلا كارت يا حاجي بقى. ايه ما انتش فالح غير في قله الادب. سايب مرتك وعيالك في البلد ودايره تصارمح مع الحريم. ده انت هتتشوي في نار جهنم. وريني يا واد. اه الدكتور مونس يلا. ده خدش بسيط ما تقلقش. صاحب اخواتك يا شحاته سيبك من ابوك. الله العظيم بعمل كده يا دكتور. هم اللي ما عايزينش كل ما اجي اطلع معاهم يمشوني بعيد عنيهم. صح الركع المعون. ان كان خال الخال زين الواد وخاله يزينوا القبائل. ما تتفردش كده يا عجوز. ابوهم واحد الركع العصب. صاحب اخواتك يا شحاته علشان ما تتعبش. متشكرين يا دكتور. يلا يا واد. حجاج اؤمر يا دكتور. لونك مخطوف يا حجاج. بطل تاكل ليه علشان صحتك. سلمها لله يا دكتور. تصبح على خير. واه يا حشمت ابي هي لعب اخوك حشمت. واه واه يا نجاح مالكيش راجل تسال عليه. كل مات كلوا القطر. وانت حتكون محتاج ايه؟ ما انت ملطوع طول النهار قدام الدكان واكل شارب نايم واولادك براعيهم طول النهار والليل. ماشي زي اللي فيا وعايرين يا بت. بكره تعرف ان انا اللي باجي لك. يا هم تنسيش تجيبي طفح نطفحه. اتكسفت انشر دول. الواد سيد واخواته واقفين على السطح اللي قصادنا. سيد واخواته بتختشي قوي يا بت. لا 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 ده انا محترمه قوي. في حاجه قولي لي. انا بستغربك قوي يا بت يا نجاح. بقى بعد كل العشاء والعيال دي لسه مش طايقه علي. اعمل ايه نطر ده انا في رج ولا طار. يبقى لسه بتحب اخويا كرم. جاك حش بطنه هو الاخر. ده انا كان ناقص احب على يده عشان يتجوزني. هو شحاته اتاخر في النوم كده ليه؟ ما تتلهفيش جاو دلوقتي يصحى. جبنا بسيره القط. قصدك اسد. واقف يا واقف يا مريح. استعمال اقول ليه وانت واقف عندك بتتفرد. وحياه امك اللي خليك تلم جزازها. سامح يا معلم كرم. وحياه بيسي. خلاص حلفتني بالغاليه. خلاص غور يلا طريقك هالي. انا قابل يا معلم بس دي قرصه ود بس. اتهرج يا كرم. ما هرجش يا ربنا ما زي ما انت كرم. ده انا هحملك هناك. يا لهوي اخويا كرم. ده
ضربته ليه يالا؟ لا انا مش هتكلم الا قدام الاستاذ مفيد فوزي. انت هتهزر يا روح امك. طب ممكن اضرب تليفون؟ هتكلم مين يعني؟ لا بتاع الدكرموتيه قالوا من حق المواطن يضرب تليفون. طب اضرب يا اخوان. ايوه يا عيد، ادبت الدلاليب وعدبك الخياط خد منك كام؟ ليه هم كام دلابيه؟ لا يا واد عمي كده ضحك عليك في 30 جنيه، انت تروح تديبهم منه بما يرضي الله، لو ما رضيش طربق الدكان على دماغه وهاته في الجسم. انا قاعد مع البيت ظابط. لو النبي يا اخويا. واحد اسمه حجاج عايز سيادتك بره يا باشا. خليه يتفضل يا ابني. السلام عليكم يا بيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا هنعمل محضر صلح يا بيه بعد اذنك. كرم وجعران اخوات ما يستغنوش عن بعض وانا ضامن. موافق على الكلام دوت يا ابني؟ اللي تشوفه سعاده الباشا. علي 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 هو فين علي ده باشا؟ باشا بسلم يا بنت منك ليها. قيام جلوس. تعالي انت. بقول لك ايه يا حاده، هو الشباك ده ما يديش يمين شويه؟ شقه ابو سرم اللي جنبنا شباكها يمين، بس هو ابو سرم مش هيرضى يدخل. باب العمود ده ما يديش يمين شويه؟ باب شمال؟ باب يغور في داهيه. يعني انت يا ابو شعر حرير عبرني ورد عليا. ما تحترم نفسك. ايه انا كلمت الجناحيه اوصلك ببلاش. ايه يا بهايم ده؟ ما تعرفوش تسوق تركبوها ليه؟ انا ما اعرفش اسوق يا ابن الدزمه، ده انا اللي مشيت بظهري عمر اهلك ما مشوش قدام. يلا يا ابو روح يلا في داهيه. يا صباح الدمان تعالي اعمل لك مفاجاه. اعمل لك فرح الناس كلها هتدي في سيرته، فرح واطي واطي يعني. احنا هنتجوز فين يا كرم؟ انا عندي مطرح بدورة ميه وقدامهم فسحايه نطيروا فيها ورا بعض. بس المطرح ده بتاعك انت واختك، انا عايزه حاجه بتاعتنا احنا. ايوه ما اختي دي لازم انها تتجوز. انت ما بتشبعش من الزرع؟ ما انت ساكن في فيلا كلها شجر. مش بتاعتنا، احنا شغالين فيها. بأمارة الدكان شحاته يا شحاته؟ الاسم بس، الدكان وكل حاجه بتاعت الدكتور مؤنس، احنا عايشين فيها عواله. نفسي ارجع بلدنا. سعيده يا رسول الله، هو في حد ساكن في حتته دلوقتي؟ مش عارف، يمكن بحس احسن في الصعيد، مع اني برضك ماليش حته هناك. الدنيا ما هي واسعه حوالينا اهي. هي ليه بقى مستقطره يبقى عندنا متر واحد يبقى بتاعنا؟ عارفه يا بنت ايه الاهم من الملك؟ ان يكون ليك حد في الدنيا تحبيه ويحبك، تخاف عليه ويخاف عليك. يبوسك ويبوسك ثلاثة بالله العظيم بعد. الساعة خلصت يا شحاتة. يا بقرة واحنا مأجرين عجلة، لو حابب خد ساعة تانية. لا يا اخويا تشكر، دي القعدة هنا أغلى من السيمة. هو احنا لاقيين الفلوس؟ يلا بينا يا شحاتة. يا بيت استنى ناخد ساعة تانية. يلا بينا نتمشى في أبو بلاش أحسن. خطي حلو؟ ما عارفش. يبقى ما عجبكش خطي. لا بس انا ما عارفش اقرا، انت لازم تحرديني يعني. طب وايه يعني؟ ما انا كمان ما بعرفش اسوق. خلاص يبقى اتفقنا، انت تعلميني القرايه والكتابه وانا اعلمك السواقه. اللي اقول لي يا كرم، ايه هو انت بتعرف ازاي كل اللي بيحصل في الفصل بتاعي؟ اصل مخاوي. طب ايه رايك بقى ان الجن بتاعك ده اونطه؟ ليه عمل ايه؟ اصل حصل حاجه في المدرسه النهارده انت ما تعرفهاش. حادث ايه؟ مدرس حاول يحط ايده على ظهري. ايه؟ بس انا ما سكتش، نفضت ايده ومحترم نفسه على طول. وعمل ايه كمان؟ معايا ولا حاجه، بس هو كده متعود يعاكس كل البنات. اسمه ايه المدرس ده؟ مسعود. واسمه ايه؟ مسعود. يطلع عين امه، هي حصلت يعاكس بنات من كد عياله؟ اسمه ايه المدرس ده مسعود ده؟ ايه؟ بيشتغل ايه المدرس ده؟ يطلع يلا روحك يلا يلا. هو ليه اخوك الكرم كل ما ابويا يفتح له الموضوع بتاعنا يعمل عبيط ويتهرب من قرايه الفتحه؟ بصراحه يا شحات اخويا كرم خايف، عايز يجوزني الواحد صاحب ملك. على اساس انه صاحب املاك. ما هو ده اللي بيقوله، احنا غلابه ومش ناقصين غلبه على غلبنا. هنتجوز انا هنتجوز برضا غصب عنه هنتجوز. ها يروح في 60 داهيه
يضرب دماغه في اقرب حيط، ولا نسى ابويا عمل معاه ايه؟ لا يا شحات اخويا ما يستاهلش مني كده، المثل بيقول ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليه، واخويا كرم ما عملش كده. لما جه السيل على بلدنا شلني تحت باطه زي القطه اللي بتشيل عيالها بسنانها، وانقذ حياتي. خلاص طالما انقذ حياتك يضيع بقيه حياتنا. انا مش قصدي يا شحات، انا قصدي ناخده بالهداوه شويه. طب ما تزعلش. ايه خلاص بقى ما تزعلش عشان خاطري بقى. خلاص ايه هضربك. اضربك هضربك. اوعى كده الشاب يا واد. تسعة جنيه وربع. ليه؟ بدل حب وبدل بوس وبدل ما مد ايدي على حد. ايه ورياض. خلاص خلاص قوم بينا يا شحاتة من هنا. علم طلب يا مراح. سلم على ابوك الحاج. يوصل يا اخوك. اقول لك يا كراملنا ارغي، انت مش هتطمن جلد بقى وتريح بالي؟ رايح بالك في ايه؟ بيسي مالها علي الطلاق، ما هتلاقي اجدع مني ولا حد يقدر في الدنيا دي جدي. باذن الله بكره امي تموت وورث عنها جرات وجسبتين وستتها. يا راجل اختشي على دمك، ده انت في رقبتك كوم لح. طب ما بتفهمش قولنا ماشي كمان ما بتحشس. وانت رايح فين طيب يا غباوي؟ طالع بيتك. بيت ايه يا ابو بيت؟ الله الله الله، انت فكرت نفسك صاحب ملك بصحيح ولا ايه؟ لك ودع في بطنك، ايش حال ما كنتش بتلف على قلبك قد كده كل شهر؟ لا يا المليم اللي بتدفعها دي فلوس، ده صاحب العماره لو عارف اني مسكنك في قسطات من وراه هيدخلني السجن. صحيح هتنفعني بيه مليمك يا غباوي؟ انت يا وليه يا بنت الجزمه؟ ايه حكايه بيسه دي؟ عن جوزك يا بنت الكفهاني طالبها، واخوه طالبها، والدزار طالبها، والبواب طالبها، ده انا جربت اطلبها. متلقع جوه يا شحاته. شحاته كرم هيرتكب جنايه، راح يضرب مدرسه في حالها. يضرب مدرسه كيف يعني؟ طلبت لجنه الشؤون الدينيه والعقاب بمجلس الشعب بانشاء قناه فضائيه اسلاميه مستقله تثبت برامجها باللغات الانجليزيه. انا كرم غباوه جيت يعني نهدى ونثبت. اتفضل يا راجل. اي حد هيتحرك من مكانه هغزه غزه دي بقدمه وتبقى عليها مستديره. انا عايز المدرس اللي اسمه مسعود بتاع الفيزياء يطلع قدامي هنا في القبور. فين مسعود بتاع الفيزياء؟ اهلا. اي بنت لمس ده اسمها اللي اسمه مسعود ده ترفع ايدها. يا حنين كل واحده ليها حاجه عنده تاخده وقت قبل ما امشي. يلا يا بنات يلا يا بنات يلا يا بنات خدوا حاجكم يا بنات. اضرب يا رشا اضرب يا رشا مش حاسس. نادي راجل خلوهم يربوه عشان الحرم يعمل كده في بنات الناس. كل المدرسين والفراشين امسكوا المجرمين دول. ارجع ارجع مش عايز اعور حد ولا عايز حد. شايف ان حكايتك مع البيت انج دي غريبه شويه. ليه يعني؟ يعني البيت لسه صغيره وانت عمرك كد عمرها يجي مرتين ونص تقريبا. يا عبيط انا عندي وجهه نفر. اي بيت تفكر تتجوزها النهارده هتلاقيها قلب عداد، يا تلاقيها مخيشه. قلت اقصر المشوار واخد بيت على الزيرو. ده دي دلاند اهدي اللي تتضامن وتربيها على ايدك وتفهمها اللي انت عايز تفهمه لها. من الاخر عدينه وتشكلها على مزاجك. الله يمسك بالخير يابا. اقول لك البطيخه اللي ما اتفتحتش شبع التخبيط. طب يلا يا اخوانا عشان نقطع البضايع ده ضخم وهيقعد ساعه. يلا عدي 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 عدي. علي النعمه انت ما بتفهم بقى. تسيب واحده زي نجاح تضيع من ايدك وراح تجري ورا عيله. يا بنت تفهمي نجاح دي سابتنا امسك ايدها، ولو كنت زودتها شويه ما كانتش منعت. والبنت اللي ما اتمنعش قبل الدواز ما تتضمنش بعد الدواز. نجاح اشرف من الشرف وانت الخسران. المثل هيقول اقفل الجدر على فمها غير رزقك لم تحوش. تصدق انك بقف وحمار وصدق اللي سماك غباوه. يا دازمه يا بنت الدبانه بتشتم اخوك الكبير ورحمه امك لا سايح عظمك ورحمه ابوك وامك. لو مديت ايديك عليا لكم مكسره البيت علي فيه. كسريه هكسر حبيبه قلبك دي. لا 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 خلاص خلاص انت هتمسكيني من ايد اللي بتودعني. سافول يا ام هندي. اهلا يا اخويا. مين؟ انا كرم غباوه. ايه كرم بتاع الكارته. ازيك يا ابله هندي؟ اندي هو انت من البلد اللي بيقولوا الجيم ديم؟ لا من اللي دم بيها.
طب وانت تعرف انجي منين ان شاء الله يا اخوي؟ ايه اللي عارفها؟ طب ده انا حتى ده اتجوزها بس بسرعه، حتى ابوك الاحسن سلام الموقف لوحديه. حجاج اللي اوله شرط اخره نور، انا اتفقت مع كرم انها هيخليها تخلص علامه، وعايزك انت تشهد والنبي. انا شاهد وضامن كمان. وماله؟ بس هي تشد حيلها وانا ادخلها ثانوي تجاري وتكبر روس تساوي. ايه وانت معاك ثانوي تجاري؟ لا ياما انا مش تلميذ، ده انا فريز، انا بقالي 20 سنه واقف قدام المدارس صناعي وتجاري وتوديهي. انا جاي السلام عليكم يا عوض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برضو عليك 10 سنين. ايه؟ وصلت الطلبات لأصحابها؟ ايوه. طبعا لو خدي فاكهة البيت وديها دكاكين العصير لأحسن تبوظ. اتهوى واشرب بجماب وبعدين اطلع تاني، مش شايف العرق قد ايه؟ يا ريالة بطل جلع، خلص يا حيلي، خلص خليك تلحق ترجع قبل الدنيا بتلين. ما عندك شحطين غيري، اشمعنى شحاته يعني؟ بتقسم الطلبات علينا يا اخي، ولا عشان ابوي سايب لك الدكانه تتمرس علينا؟ طب مش طالع طالما الحكايه لايف لايف، ولما اجي ابويا بقى نحكمه بينا. جريالة خبطتوا ليه؟ بتعلي صوتك على اخوك الكبير. خلاص يا سالم حاج الخير، بعد الدنيا عليك. كل خدمه شرف انتم مفتريين، قاعدين من الصبح بتلعبوا وهو الوحيد اللي بيشتغل، وكمان عايزين تضربوه؟ ما تروح انت يا تنبل تودي الفاكهه، على الاقل تعمل بلقمتك، ولا اليومين اللي بتلهفها حتى مش عايز تحللها. نحللها يا ست البنات، يا اصيله يا اخت الرجاله. عاجبك الكلام اللي بيقول اختك يا معلم طلب؟ ما تختلفش يا بنت، عامل راجلك زي الناس، قلت لها ده بتاعتك دي. راجلي؟ شلح يا راجلي. ده عقد بيع مني بحته الارض اللي انتوا قاعدين فيها. ايه اللي بتقوله ده يا دكتور؟ دي ارضك. ده احنا بنبوس ايدينا وش وظهر كل يوم عشان سايبها لنا نسترزقوا منها ونتستروا فيها. ما كفاكش ارض ابوك اللي الثوره خدتها وفرجتها على المخاليل. وقتها كنت زعلان، لكن دلوقتي بقول والله كان عندهم حق. انا ما بديكش صدقه، انتوا ليكوا حق في الارض دي اكتر من ابني اللي ما بوريناش وش ولا كل 5 سنين مره. يلا يا نجاح هاتي بقيه الوقت. هو يعني كان هيخس عليه ايه لو كان اداكوا بقيه اتنين دي بالطول؟ ما ولده هادد على بلاد بره ومعايز يردع. يا سلام يا اولاد، لو كان ده حصل كنا بنينا عماره عينك. ما تخرس يا عاد منك ليه؟ انتوا ايه ما بتشبعوش؟ واحنا كنا طايلين بقينا اصحاب ملك وبرضه مش عاجبكم. اهو بقى صاحب ملك اهو. تقولي ايه يا بت ابيسه؟ ولا حاجه يا بابا الحاج. مش انت بس اللي مستعجله، انا كمان. الخميس الجاي يا كرم احنا عنديكم عشان نقروا فتحه بيسه. وانا يابا انت ايه؟ قلت لك يابا انا عايز اتجوز. وانا قلت لك يا سالم هنروح البلد ونجي لك عروس. ماشي يابا، من الواقع مقعر الجف. شحاته احسن منك، شحاته متعلم عنك، شحاته ضفره برقبتك. يابا حرام عليك، ده ولدك بردك يا اخي. حرمت عليك عيشتك كلب. مبروك يا شحته، مبروك يا بيسه، ربنا يخليك. يلا يا اولاد سيبوا الارسان يقعدوا مع بعضيهم، وانت يا شحته اجازه بكره عشان تفسح عيالك. يفسح مين يا ابو الحاد واحنا لحقنا؟ دي يا دوبك فاتحه. انا منى عيني اشوف شحته عريس واشوف له عيل. ربنا يديك طول العمر يا ابو الحاج، وتعيش لما قلعنا كلنا قدامك وتقعد لوحدك زي قرد قطع. شوف احنا هنضرب الحشيش ونضرب البيره ونضرب بعض. نضرب بعض كيف؟ زي ما بقول لك كده وهتشوف. شد شد يا بطل، شد يا رادل. خبر ايه يا عريس؟ فاكر مش ضربته كتير؟ بس يا بت انت، ده كلام بيننا وبين بعض. رداله رداله يا شحاته، شد شد يا ابو نسب. الله فين الصحة؟ فين انت هتنام ولا ايه؟ خبر ايه؟ شد شد عشان تفوق. ما تقوم يا بيت شغل لنا مزيكا بدل الديلة دي، حط لنا حدا فرايح. شد يا بطل، شد يا معلم. عظمة. سمعت نكتة الأسانسير؟ لا. يبقى انت كنت طالع على السلم. شد يا رادل. الله شد، انا هظبطك. قوم يا بيت ترقص العريسة. ما تختش يا كارة. قوم يا بيت على الطلاق، لا تقومي وإلا هرجع في الفتح. نزل ترجمة
تقلب بجد. ما تقلب هتعمل ايه يعني؟ مش هكمل. هتكمل ليه؟ ما تسيب بيسك. انت بتكرهني بيني وبينك اخواتك، وانا بيني وبينك بيسا. وبيسا لرادك يقدر يحميها. اضرب، وريني الرجولة. اضرب. بس يا حبيبي يا كرم، عشان خاطري خلاص. كلام رداله. شطر على عيانة، راح شطر على اخواتك اللي مرمطينك في وسطيهم، وهيمرمط اختي دي معاك لو انا دوستها لك. انت عارف اني اقدر اقطعهم حتت، بس ابقى حمار لو عملت كده، لانهم اخواتي، اخواتي من صلب ابويا المعلم حجاج اللي علمنا كيف نكون اصله. لكن انت مش اصيل يا كرم، نسيت افضل المعلم حجاج عليك، اللي لولاه كان زمانك بترمح ورا الحمير في البلد. لا، ابوك ليه فضل عليا. ايوه، بس ما تحبسش بدالي، ما خربش في الاجزاز معايا، ما بلبعش البرشام عشان الضرب ما يودعش. ابوك ما تقصش في مية البحر لما جات له الحمى. ابوك ما باش سنين في الموقف عريان في البرد، والبرد يرصرص في نتته. ابوك ساعدني بس انا كنت راجل قادر احمي المكان اللي ادهولي. ركع عليك انت، اما ابوك يموت اخواتك هيفحصوك تحت رجليهم بالدزم. خد اختي يا شحاتها، خدها، على الله تقدر تحميها ولا تحمي نفسك. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله، وعلى العشاق تجلى أهلا أحبابي وسلى، ما قال لعاص كلا يا عطف رسول الله. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله أجر. مش عاوزكم يا ولاد تفوتوا جمعة من غير ما تزوروا سيدنا. لو عندكم هم الدنيا تيجوا وتنفضوه على بابه. مدد يا أهل البيت. تأخرت كده ليه؟ كنت بأجر الموتوسيكل ده عشان اوديكي مطرح ما بتحلمي. ها، بتحلمي تروحي فين؟ نفسي اطول السما. يحصل، هطولك السما من اعلى حته في مصر، نطلع برج القاهره. وايه كمان؟ نفسي اروح البحر. يحصل، بحر النيل اهو مفيش اوسع منه. وايه كمان؟ نفسي اروح اركب المراجيح في المول. يحصل، بس الاول نشتري بنطلون. على كل انا عاشق، مين سمعك انا عاشق، كان قلبي انا البادي، مدام بنحب مش فراق، وغير يعني لو العشاق في دورك ما يزيدوني، وغير يعني لو الدنيا دي تسعدنا ولو سعدت، وغير قوي من فوق. كنت احلى حاجه في مصر. عايزه اشوف سطحنا لو بيبان من هنا. يا لهوي كرم شافت. عينيك الحلوه شغلني لوحدك، بس فين عالي بحضني يا عمري، عالي
عدت الناس دي كلها؟ مش عارف، باين نسينا نجيب البنطلون اسود. الوصله بتاعتك لسه خالصه يا مع عم حجاج. مستأذن منك يا كرم. ايوه ايوه عم حداد صح. ايه اللي في وشك ده يا بنت الكلب يا سايبه؟ ما انت لو ليكي رادل يا ربيكي ما كنتش عملت كده. قوم وقفي وقفي. انا ما عرفتش اربيكي ولا ايه؟ انا ما عرفتش اربيكي. كانوا بيمسكوا الصعايده في الشوارع، ولما الرئيس عبد الناصر رجع قابل وزير الداخليه في المطار قال له ها هتحب نرجع الصعيد تاني ولا هتسمح لنا نقعد هنا؟ قام فهم ورجع الصعايده من تاني. صباح الخير يا ابو الحاج. صباح التكشير. مالك يا اخوي؟ شوف يا ابو الحاج، هلا هلا عداد الجد، هلا هلا عليه. وان كان حبيبك عسل سد واستريح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت يرضيك يا ابو الحاج ان شحاته ياخد بيزا تطلع معاه وتسهر لوش الفجر؟ الناس تقول علي انا ايه؟ لو دي بنتك نديحه كنت رضيت؟ لا عداك العيب يا كرم، احنا محقوقين لك. اكسبنا صلاة النبي. وبعدين؟ ولا قبلين يا كرم، هنكتب كتابهم ونجهزهم ونجوزهم. لك حاجة تاني؟ لا، مش قبل مضمن حق بيسة في الدكان، قصدي حق شحاتة يعني. فهم، عاوزني اوزع ورثي قبل ما اموت يا كرم؟ عاوز عيالي يورثوني بالحياة؟ مقصودش يا ابو الحاج، انا بس عايزك في اكتب. قوم من قدامي، قوم. خد بس يا كرم، خد يا كرم، خد تعالى بس ما تبكاش جف، تعالى حب على راس ابوك الحاج. شوف قرار، الله الله عدك والجد الله الله عليه. واندلك الطوفان ما تلحسوش كله. ازاي يعني ده؟ على الحرام مخلي شحاته ده يلمس طرف دلبيت اختي اللي لما ابوك كتب له حقها في الدكان. فهمت؟ غلطان انا؟ لا معاك حق، تبقاش والد ابوك لما عملتش كده. هتشوف. بت يا بيسه، بت يا بيسه، اول ما النهار طلع قلت اجي اعرف عملته ايه ليله امبارح. يا مراري، هو الواد بدل ما يفسح ضربك؟ ده الحيوان كرم نكد عليا، الله ينكد عليه بعد احلى ليله شفتها في حياتي. الله ينكد عليك يا كرم يا ابن حواء وادم. ولا يهمك يا بت، قولي لي عملته ايه ليله امبارح؟ عملته ايه؟ قولي. نضيف يا باشا والله العظيم على لحم مخ من الصبح. عايز كرم غباوي. حاضر يا عم كرم. ايوه الضيس عايزك. امر سعاده الباشا. عايز 20 ميكروباص لمده الانتخابات بثواني. ماشي يا باشا، العربيه بالسواق تعمل 200 جنيه، في 20 يبقى 4000 جنيه في اليوم. ده عربون، ويوم بيوم تاخدوا حقكم. ده وسعادتك عايز السواقين برخص ولا بدلاليب؟ لو البطائق متقطعه يبقى احسن. ويوم الانتخابات عايز 5 عربيات نقل كبار و10 عربيات نص نقل بميكروفونات. علم ونفذ يا سعاده الباشا. شرفت يا باشا، نورتنا. الف سلامة يا باشا. ايه الدمال ده؟ بس مش غريبة يعني انه يدي بنفسه في الحتة المعفنة دي؟ هو مين ده يا عمي؟ ابو تريكة. صوت من اجل كفاح الديبلوماطية، من اجل صراع الحرية، من اجل قتال الاخر، قول كلمتك في الحدث الجغرافي التاريخي. احنا شعب انتصر في حرب 73 سنة 6 اكتوبر، احنا شعب بيعمل المحشي، يقول النكتة، شعب طيب، شعب ولد حلال. رد الدميل، رد الدميل يا صاحب الفقر. الفقر غربة في الوطن، مالوش لا ظهر ولا تمن، يهلك ويشقى سنين ويدوب يجيب حق الكفان. ليه البلد محنية محنية شايل عذاب، مرهونة على زلزال. طب مين اللي قال ملها؟ ومين كان زملها؟ ومين واقف وياها وياها وقت المحن؟ كده فردت ونقدر نتجوز. ألف ألف مبروك يا عمي، وأول عيل هتطمئن البوز وأضربه بالشبشب. بقول لك إيه يا كرم، أنا عايزك تيجي معايا، أنا سايب المعلم حجاج طاير في الدكان.
تيجي نسترضيه بكلمتين ونخلص الموضوع ده. بقول لك ايه يا عم كرار، قوم ورينا عرض كتافك وروح قول له كرم غبابي يقول لك ما عندوش بنات للدواز. يلا عيب يا كرم، الناس شاريينكم قوي يا عم. لو شاريننا انا قلت له شرطي وهو عارفه. يلا بعد اذنك عشان دي فلوس ناس. يلا وده شيء ناس. خبر ايه؟ وتاني ما قول قول شربت غرب كيفك. راح فين دلعت ابوك؟ هو ايه اللي راح فين؟ رايح فين بقول لك؟ هو اللي بيحصل جوه. يا لهوي. طب انا هاخد الحاجه. فين حساب الحاجات دي؟ ما ده الحق يا طلب. لا طب الله العظيم ما انت ماشي من غير ما تفحص الحاجات دي. ايه ايه في ايه؟ روح انت ما انت حسابك واصل. ايه مالك؟ خصم خراب بيوت دي، هو ما فيش احساس؟ ما عندش سعاد والطاف وغيرها، تعال تجيب الفوق؟ حسبت تعالى ولد السود انت، ما انت تمشي امي، امي احسن من امك. امك انت غيرها في السود. تعال بعد عني ده راجل سليمان. كفايه قلت لك الله. ايه؟ وانت يا حيله يلا على ابوك قول له انهم ضربوني. ايه؟ ساش كمان تقول له ان خدنا الفلوس اللي في الجرد كلها. مخ يخرب الدنيا لما يقول له. يخرب ولا حاجه، ايش حدا مش هيقول له، هيخاف. سرحان في ايه يا واد مالك؟ ولا حاجه يا رب. العروسه لحست مخك يا ياك. السلام عليكم يا ابو الحاج. عليكم السلام. ايش حات؟ قلت له؟ قال لي على ايه؟ على الطلاق. انت واد خايب وتستاهل اللي يعملوه فيه. ما تسكوا بقى يا كرار، اسكوا. في ايه يا شحت؟ ولا حاجه يابا، مفيش حاجه. في ايه يا كرار؟ مفيش حاجه يابا. لا في اخواته يا ابو الحاج بهدلوه. يابا عشان خاطر يابا بلاش تعمل لهم حاجه يابا، دول اخواتي بردك يابا. يا ابو الحاج يعني تاكلوا صار فيكم اللقمه يا اوساخ. خير يا حد؟ مالك في ايه؟ عارفينش في ايه؟ ايه بس ايه؟ طب شحات ده كان ده وعايز يوقعك فينا برا. نجس منك ليه برا؟ درج الفلوس من النهارده مع شحاته، هو اللي هيحاسب وهو اللي هيطلع لكل ناطع منكم مصروفه. امسك يا واد امسك. طيب يا شحات ماشي. قالت بالله العظيم ما قلت له حاجه. على يد يا جماعه شحاته ما قالش لابوكوا حاجه. ابوكوا عرف من بره. هو اللي جاي له. جبت لك هديه معايا يابا لو عجبتك. ليه عندك طلب؟ جبت ايه يا شحاته؟ جبت لك السيره على شريط. طب مد يدك يا شحته، هات صوره الرئيس شمال شويه غطي بيها الشرخ بتاع الحيط. الشرخ كبير قوي يابا، الصوره ما تغطيش كلها. تغطي اللي تكبر عليه. يا سلام. الله. تعرف بحب عم جابر ليه؟ ليه يابا؟ عشان بيفكرني بجدك الله يرحمه. مش على ربابه يا قال. لما بيمسك الربابه كان بيبكي جمال، كان أجدع رقاص في الصعيد كله. أطلب طلب يابا؟ أطلب يا شيخ. أمان عليك يابا، يعني ترجع درج فلوس لطالب. ميزتك إن قلبك حلو، ما يعرفش يكره، وعيبك إنك طيب زيادة عن اللزوم. ما تخافش عليا يابا، أنا برضك وسط إخواتي في فصلنا صغر. يا أخي بطل ودوة ده. لا ما هو مش هيبطل رط إلا ما خليه يضربنا بالنار. عايزين تعرفوا كنت بقول لشحاتة إيه؟ أنا هكتب لشحتة الدكان. ادخل وعاد نام لو عرفت. ايوه ترى ايه يا طيب انت وسالم، وانتوا تشطر علي انا. طب الشطر انتوا خدوا حقكم، انا دفعت عن اختي. يا اختك بقى ليها ورث في الدكان يا كرم. مش هتبقى مرات شحاته، انا كل غرضي اضمن حق شحاته منكم. ده انتوا غلان. انت يعني يا كرم اللي يطلع قلبك على اخونا اكتر منيني؟ لا يا اخي انا قلبي على اختي، اختي اللي طلعت بيها من الدنيا، لا اب ولا ام ولا اخ، كله راح في السيح وعمر الضف ما يبقى ميه. بقى يا تيس، حد يعمل عامله زي دي؟ انت عايز العيال تموت بعض؟ شحاته هو اللي هياخد باله من الدكان، وهو اللي هيدي اخواته حقهم. اما طالب وسالم يستولوا على الدكان ويطردوه بعد موتي بساعتين، غدارين زي امهم. انت بتاخد بطارك من امهم فيهم يا راجل انت؟ ولا انت خايف تصارح نفسك بانك خايف من الواد كرم الصايع لا يحرم شحاته من بيسه، فبتنفذ كلامه؟ بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين يا حجاج؟ صراحة يمكن يكون عندك حق يا دكتور، الواد كرم طلع عن طوعي وغلط فيا،
وانا كبرت وما بقيتش زي زمان. خلاص يبقى تدي كل واحد فيهم حقه حسب الشرع. هما فين العيال؟ امر يا دكتور. خلاص يا شحات ابسط، ابوك رجع في كلامه وهينفذ رغبتك. روح بقى فهم اخواتك انه كان بيهددهم مش اكتر. استغفر الله. اسمع كرم، تسخين عمك حجاج هيقلب على الكل، خليها نايمه احسن. يعني السلام عليكم. اهلا بدوز اختي، تعالى جنب هنا، تعالى بس كده بقينا اتنين اتنين. لو ليكوا شك بقى في اي حاجه احنا جاهزين. جاهزين ليه يا كرم؟ انا جاي عشان اقول لاخواتي ان ابويا كان بيهددهم بس، لا كتب ولا هيكتب لي الدكان. وادي مفتاح درج الفلوس اهو، قال لي رجع الطلب. ايه ايه بيجي كده؟ طيب خرب لي بيوت مردله، مالكش دواز عندي يا شحاته. انسان يا كنت حبيبك وجوز اختك ودلوك مالكش دواز عندك؟ كل ده عشان الفلوس والورثه يا كرم. اخسرت الرجاله يا ولاد. لا يا كرم مالكش حق، اخسرت الرجاله صح. اهو ديك انا عايز يقطعك قبل ما تيجي، ودلوقتي بتحامي له. خبر ايه؟ انت مالك انت يا طلب؟ جوز بالعافيه ولا ايه؟ اخته مش عايز يتجوزها له، هو حر. حر في ماله؟ حر في نفسه، بس مش حر في ميسه. اختك هتجوزها برضا غصب عنك، هتجوزها. بنات عندنا ما بتتجوزش الا بموافقه اهاليهم، ولا نسيت اننا صعايده؟ ما تقول الصعايده، مفيش صعايده واطي يا كرم. انا يا عدني من شويه كان كرم مش حتى انا سايب. شوف يلا قوم يا كرم، قوم روح. ليه كده ليه؟ بواخه او زي ما تقول يعني ما احبش اشرب مع حد غريب. غريب دلوقتي بقيت انا غريب؟ ما تقوم يا فز يا اخي، انت عتني ليه؟ قوم يلا في ليلتك الطين دي. السلام عليكم يا معلم ضاح. عليكم السلام يا معلم حجاج. اعمل لي كيلو سمين مشكل. انا يا كيلو سمين يابا، كيلو سمين، جسمك ما عادش يستحمل الحاجات دي. بس يا واد ابوك لسه حديد. اروح اجيب لك اكل يابا؟ ماليش نفس. لو ما اكلتش حاجه همشي. ما تمشي، انت هتذلني. ما قال لك خلاص وليت محيكه بس. يا طلب ده اخوك الصغير يا ولدي، لازم تكون حنين عليه. مالا ما اموت هتعمل ايه؟ بعد الشر عنك يا ابوي. ربنا يهديكم ويخليكم كتفكم في كتف بعض على طول، تخلوا بالكم من شحته. بكره ان شاء الله تقوم بالسلامه وتاخد بالك مننا كلنا ان شاء الله. يلا روحوا وفوتوا لي شحاته. ألف سلام عليك يا عمي. خويا شحت خلص عشان تفتح دكان الصبح. حاضر. ايه رايحين فين؟ نركبوا. واه واه واه، جاتك منين دم الغزال دي يا معلم طلب؟ جبتها ميتة. ايه مالكم؟ حتى عربية مستعملة، ما انا شقيان مع ابوك العمر كله. اركبوا. راتك بس ابوك يموت وانا نغنغكم. تف من خشمك يا جاحد. يا اخي ثابت العمر بعد الله طلب. واه الموت علينا حق يا نجيع، عليها معلم طلب. والله الدنيا لحيتها تعب، هي ما شقتني خلت نبات في العرق لو حشت غلبانك بالف دنون ودها سكنها شقتني انمت لا تتهزم وان حشت غلبانك. يلا بينا يا سال، زمان القعده اتنصبت. ياكش تنام دلوقتي ابوك يتسرق الفرش. حياة ابوك يا سالم، بكره تجي بدري. عايز اروح لابوي قبل ما يصحى. دنيا سقتني المرار ولا ذقت عنب. وهنا يا ذي العجب يا ما انا فرعان. طلبت اشوف حسنها كشفت لي عناب صارخت قلت المدى صارخت قلت المدى ولا نفر عني صارخت قلت المدى ولا نفر عني. جيتي برضك، قلت اشوفك قبل ما تروح لابوك. ما تاخدني معاك اشوفك.
ربنا يسهل. تيجي ناخد مأذون ونروح لبيتك كتبنا. مش خايفة من كرم؟ بصراحة خايفة. وهنعمل ايه في الخوف ده؟ لازم امشي قبل ما اخويا كرم يصحى. سلام. ايه اكتر حاجه بتخاف منها يا شحده؟ الضلمه يابا. عاوزك ما تخافش من حاجه، تبقى ناشف، ولما تزعل والدنيا تلف بيك خد نفس كبير ما تطلعوش، تقفل عينيك. الدكتور مؤنس هو اللي كان بيقول انه بيعمل كده عشان يعرف يقعد مع ذاته. حط عينك على نجمة وصاحبها، عمرك ما تحس انك لوحدك. زمان جاني عيا كبير قوي، جابوا الدكتور يكشف عليا، قال لهم ده هيموت رماح، واتدريت من الموت ورا الفرن بتاعنا، قلبوا علي الدنيا وانا متداري بالموت. نمت شفت الموت بيضحك لي بيكلمني، لقيته صغير قوي ولطيف ولونه ابيض زي خروف العيد، ومن ساعتها طلعت من ورا الفرن وانا مش خايف من الموت ابدا. يلا قوم اتهوى اشرب شاي. قوم خليني معاك يابا، يمكن تحتاج حاجه. لا قوم، عاوز اقعد مع ذاتي شويه. تعرف ابو سيد بتاع العصير ليه 2000 جنيه؟ تروح تديهم، تفوت على عمك نبيل في البوسيه ليه 100 جنيه. مش عاوزك تزعل من الدكتور مؤنس، ما زرنيش ده تعبان. ابوي بيقول لك انه زعلان مني، بيقول لك هو هيزورك لما يخاف. ازورني يا ابني؟ انا ما قدرتش ازور، انا كمان تعبان مسافر اتعالج. شد حيلك يا ابني. شد حيلك يا شحاته، انا ما قادرش ادي معاك واسيب اختي لوحدها، سمعت الخبر طبت من طولها يا عيني. الله يرحمها يا شحاته. انا جايه معاك يا شحاته. انت ايه اللي دابك؟ انت مش عيانه في البيت؟ لا انا مش عيانه، كرم حبسني في البيت يا شحاته. خلص يا شحاته، مش طرنا طويل، بلاش انا عرفت يربيك. ايه اركب مع ابوك. يلا انا شايف الشارع برجليك تاني يا بيه. في ايه يا واد عمي؟ دول اهالي الناس اللي اتحرجوا في مسرح بني سويف، جايين قافلين الطريق. اطلع يا محمد. ابويا روح يا ناس وحنان ورحم. في ايه؟ ابوي ميت. بقاء الله. افتح الطريق، افتح وسع. كان الأمان والسند والنظرة تكفيني. وإخواتي يا هل ترى حيكونوا راح مني، ولا القساوة في قلوبهم على وشيتي. فين ختم ابوك يا شحاته؟ اهو اهو. شكرا يا حبيبي. بس ابويا قال لي ما تديهوش لحد. خلاص يا شحته، ابوك ما عادش ليه كلام علينا. عشان تكون فاهم، من النهارده في كلام تاني. مات الكلام ده حميك يا شحاته.
ابو انا ما اقعدش في ايه يا بنت انت ما بقيش لي كبير ولا ايه من النهارده بتجزم زي دي انت فاهمه ابن الكلب ابو يا مش كلب ابو يا مش كلب يا مش كلب انا اللي كلب كبير انت اللي كلب انت اللي كلب انت اللي كلب انت اللي كان وغلاوه ابوك عندك بعد عنهم احب على يدك يا اخوي احب على يدك بعد عنهم بعد عنهم رد بقى يا هاب رد علي ها انت زعلان عشان اخواتي متضايقين مني انا مش عايز ازعله اصل طالب كان عايز يضربني وسالم يقول لي اللي كان بيحميك اللي كان بيحميك مات ده حمار مش فاهم حاجه قول لهم انت يابا قول لهم اني بحبهم مش عايز حاجه ليه كل ده يابا يمكن عشان كتبت اليافطة باسم فاكرهوني ولا يمكن عشان امي مش امهم بس انا ما اقدرش اعيش من غير اخواتي يابا هو في حد في الدنيا بيقدر يعيش لوحده أبا أبا رد علي يا طالب يا سالم يا نجاح أبوكم مات أبوكم ما بيردش علي اسمع يا بنتي لو حد فينا شافك في حتة تانية هيقتلك تشوف لك جهه الدارة فيه وحلال عليك الفلوس اللي خدتها من ابوه مش مصدقيني ولا ايه شحاته صرف كل ما اللي معانا خرجت ابوه اكتب يا بنت ملاش صلاح بينا والختمه الشريفه يا طلب لو ما جاش معانا ماني راجعه معاك اهي جاكي لكمه غور يا ابو غور يا معلم جسام انا ما تعرفش خش اكتب يا بنت مينها يا بنت من بيها مش حاجه مش خاف تعال ابوك ابوك يا ولد اكتب يلا اطلع حسبي الله ونعم الوكيل طلب يا طلب الحق يا طلب محمود ولد الدكتور مؤنس جه من السفر وفتح البيت وقاعد فيه الدكتور ما جاش معاه لا مش راجع بيتعالج في امريكا خلونا في المهم فين بقيه اخواتك قصدك اشحاته يعني اشحاته بجد مصلحه في البلد طب انا عايزه معاكم نجيبه باشا نجيبه سهله ايه دي يا اسطول ده دي فيلا دكتور مؤنس ايوه يا باشا مدخلها منين اها جوه هنا ايه الحكايه حكومه مش عارف انا رايح لمحمود بيه محمود بيه محمود بيه في ناس عايزين جنابك مستر امباسادور يا ويلكم ده سفير دولة أجنبية عايز يشتري الفيلا وطبعا هو عايز يشتريها بالدكانة بتاعتكم لأن مش معقول بيت سفير يبقى فيه دكانة فاكهة أنا عايزكم قبل ما تردوا تفكروا كويس لأن هم عارضين مبلغ كبير عارضين عليكم 1,000,000 جنيه بس أنا مش موافقين يا باشا إن شاء الله كويس بس شحاتة لازم يكون موجود ويمضي معاكم نجيبها باشا ونمضيه يعني بسيطة بابا بابا
انا شحاته شحاته واد شحاته انت هذا اللي منامك كده. انا عارف انكم زعلانين مني، ما تزعلوش، خلوني معاكم زي اي صناعه في الدكان، بس بلاش في الاذى حتى ابوها ترى اخوات برضك حتى لو ما كنتش شاقين. انت بتقول يا شحاته انت اخونا وليك زي اللي ليلي ودي دكانك وليك فيه ورث، ما تقول حاجه يا سالم. احنا كنا بندور عليك عشان نطرد الشيطان اللي دخل بيننا. ايوه وعشان تصدق خد ختم ابوك اهي خليه معاك. بس احنا شحته بلاش نمت الشارع دي، احنا برضك ناس لنا سمعتنا في المكان يعني. يلا قوم اخوي قوم، يلا خش جوا كده اتشطف والبس لك هدمه نظيفه. ايه كانت مكتوبه غلط، ده مش دكان شحاته لوحده، دكانه كلنا، لو المفروض نكتب دكان اولاد حجاج. يا ولد يا ولد طو طبلك ما درى المدينة الدربكات والغز قامت على عرب اللي قلبه وعينه ساع حضنه جد الدنيا يساع بس أول ما جال ساع حضنه جد الدنيا يساع اعرضوا عليه البيع ولو جلى ابقوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه، ولو عرضنا عليها فلحة ورفض نبقى نبهناه وباظت الطبخة. والخاتمة الشريفة لو حد فيكم مسه لكون ما بلغ فيكم الحكومة، كفاياكم ظلم قعد. رايحة فين يا اخي همي؟ هتجرسيني يا بنت؟ بعد عني يا راجل يا دلدول. عليا بكل الايمان ما قفلت خشمك لاضربك بالجزم. بالراحة يا عالم شدة. هو ده اللي قدرت عليه يا اخويا يا كبير؟ اختك تتشتم قدامك؟ ده جوزك يا بيت برضك ولا هتنسى الاصول؟ اصول؟ الاصول انتوا نسيتوها من زمان. ربنا لا يكسبكم ولا يربحكم. ده دكان ابوي ولا بفلوس الدنيا بيعه. انا معاك يا شحاتة لكن اخواتك مصممين مش عايزين نعمل معاهم مشاكل. ابو هداني مفتاح وانا جاي احكم ابيعه. خد يا شحاتة ادي مفتاح دكان ابوك خليه معاك، احنا ما نبيعش ريحة ابوني. ربنا يخليك يا طالب. لو عشان خاطر عظم التربة انا كلمت كرم ورجعنا الفاتحة وهتتجوز بيس. جد يا اخوي بس على شر ايه تتجوزها الاول. كيف يعني؟ اهو غباوة. عنبو عنبو زيري الحلقة اليكم موجز النشرة. غرق عبارة المصري على مدينة 1400 المنتخب القومي لكرة القدم مين فيكم اللي اسمه شحاته؟ تعالى يا حبيبي خدوه على البوكس. في ايه يا بيه؟ اركب يلا. في ايه يا بيه؟ سيبوه سيبوني ده شحاته ده اخلاق يا بيه. هو عمل ايه؟ ايه انت بقى شريك ولا ايه؟ انتشني يا باشا مزور زور ختم ابوه بعده كل نفسه. يا طالب اركب يلا امسح بيك الارض. يا سالم اطلع يلا بس حاجه بس خليهم يسيبوني يا طالب خليهم يسيبوني يا طالب. اهوا اجري ياما. يلا ادخل قدامين يلا وانت كمان يلا. شوف يا صاحبي اللي راح راح، خلينا دلوقتي في اللي احنا فيه. الوقت انت هتطلع من السجن تلاقي الناس كلها متكهربه منك، ما انت بقيت رد سدون. ايوه انا رد سدون وبتاع برشام وبتاع اجسام ومدرم وكل حاجه، بس برضك دخت يا ددع وانا ما نرضلهاش تتجوز واحد مدرم ومسدل. انا جاي اقول لك كده بالمفتشر المفيد، الفتحه اللي بيني وبينك مفكوكه عشان بس ما تقعدش طول مده السجن على امل، وانت اخويا وصاحبي واكلين مع بعض عيش وملح، ورب اخ لك لم تلده اختك. ضربت ولا اتضربت عشان تخش تسمعني الكلمتين البلا طعم دول؟ لا ده ما يهمش.
ما يهمش. شوف يا كرم، ابويا كان بيقول لي عيبك انك طيب، وانا بقول انها ميزتي، لان لو مش طيب كان زماني طالع قفز امار رقبتك مسعب هاش اللي هي طالعه في يدي. شفت انك جبان؟ هنا الجبان عندي ما يلزمنيش ان اذيه، هو اذي نفسه خلقه. شوف يا كرم، اكتم غور من وش يا كرم غور. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم شحاتة حجاج عبد الرحمن بالسجن لمدة السجن عاشش في قلبي وماشي في شوارعي نفس اللي باني وخدعني بالرخيص بيان. ما تنساش تدبت صورة توكيل نجاح في الورق. حاضر يا باشا. مش هتعد الفلوس؟ اوه حد يعد برضه وراك يا باشا. بس دي نص الفلوس. اه ليه بس كده؟ ما تتخدوش قوي كده، هتاخدوا الباقي في الشهر العقاري. دخلت ليه يا باشا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشا. احنا قدرنا حقك يا اختي ب 70,000 جنيه، وبيننا وبينك ربنا. هو ده حاج ونصيب الولايه يا كبير؟ ادعي لاخوكي واسكتي. يا سجني وادعي له، مش كفايه حبس شحاته وسرقه؟ انا ما حبستش حد، وما كانوش عاجبينك بلاش منيهم وروح اشتكيني. شفت الظلم وكسرت القلب دي منين يا ولاد حجاج؟ سكت مرتك يا علي، لاحسن ودين النبي ما تاخدوها لمليم. تخلص يا بنت؟ ما عاد يدك عني، وفي حد مدلدل راسي وكسر في خاطر غيرك. هي النسوان ليها ورثيات. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفاره. ارمي البنت فلوسها، مش عايزين رد كتير. امسك يا نجاح امسكك. احنا في الاول وفي الاخر اهل يا معلم، ونعاش العود اللحم يعود يا معلم. طلب عد فلوسك يا نجاح، لا يكونوا ناقصين ولا حاجه. ودين النبي يا ابوي اللي عملنا في ولدك هيطلع علينا واحد واحد. يا لهوي هزوره، يعني هزوره يا كرم. ده انا ايه يا بت، انا معرفش اربيكي ولا ايه؟ ده انا موت الضرب، ده انا موت الضرب. قطع خبرك انا هنا. اسمع خد يا بت، تعالى هنا. الخطبه الشريفه اللي هعلق في نفسي. ماشي يا بيشا، خليكي بقك ده قاعده زي البيت الوقت لحد ما يطلع اسم النبي حرفه من السجن، وبرضك مش هتتجوزيه والايام بينما. معلش يا اخويا السنين بتجري هوا. انا جبت لك معايا اكل هسيبه بره، وجبت لك معايا هدمتين. انا عارفه انك بتلبس هدوم السجن، بس قلت يمكن يغيروا فكرهم يخرجوك تلاقي هدمه نظيفه تلبسها. رحمه ابوك يا شحاته لا تهون على نفسك، انا هستناك. هستناك لو قعدت هنا 100 سنه. انت انا على كرم ما تقلقش، حتى كان مستحس غلطته وقال استني يا بيسه شحاته زي ما انت عايزه. حتى كان جاي معايا بس كانت له مصلحة. اخسرتك في المرمطة، جراتو جذبتين وخليك فرنسيس. الحمد لله على السلامة. رحت زرت العنجليب ابو قلب حناجل اللي ما عملتيها لما كنت انا في السجن. سيبني في حالي، انا مش ناقصاك يا كرم. عندك حق، شوف رجلك دي، رجلك دي، رجلك دي، ما تقفيش عليها تاني، ما تطلعيش بره البيت. انا ما اعرفش المك ولا ايه، حياه امك لا المك. ادخل هنا وتراني ايه، ادخل هنا. مالكيش طلوع من البيت. قومي يا بنت، هات شاكوشين ومسمار، خلينا نسمر الشبابيك. انا هقطع عنك اكل وشرب لحد ما تقولي حاج برجابتي. حرام عليك يا كرم. اخرس يا بنت انت بدل ما مسمر بيك الشباك. مش هروح تاني، مش هروح تاني. هو ما اكلش لحد دلوقتي ولا الهوا يا محمد؟
يا ابني كل محدش هينفعك. بت يا بيسه خدي الاكل ده يا بت. انت يا بت ما تقومي يا بت تاخدي الاكل. بت انجل يا بت الكلب يا فادره بتعصي كلام دوزك بتكسري اوامري. طب تعالي تعالي انت كمان حبسي معاها انت كمان يا دزمه. يلا يلا في داهيه انت كمان. مالك يا شحاته؟ شحاته في ايه؟ شحاته يا نهار اسود ده هيموت ما فيهوش ولا شريان صاحي. ربنا يعطر فيك نفسك يا اخويا. عشان خاطر انا كرم كفاياك بيسا ما تستحملش ده كله. لا ده انا حالف لاسيبها كده لحد ما تموت واخلص من جرافها. امي بتقول ابن الاصول يحلف ويخلف يا اخويا. اخرس انت امك ورحمه المعلم حجاج هتسمع الكلام. ها ايه يا كرم ده انا حلفتك بالغالي يا راجل. ما تزعليش مني يا بيسا انا كل اللي بعمله ده عشان مصلحتك. يا عبيط انا ليا مين غيرك اخاف عليه. انا اسهل حاجه عندي اخليك تزور شحاته في السجن. بس ايه الفايده؟ هتعيش سنين تستنى اما يطلع من السجن. وحتى لو طلع اخواته هيكسعموه. يا عبيطه لما تعيش المسطوره احسن ما تدوعي. كنت عارف من الاول ان انا ليا كف بيسا بس ما كنتش عايز حد يلوم عليا. ولا حد يقدر يلوم عليك. ده انت والد الناس الكمل والد الحد حداد. ده احنا نتشرف. ايدك نقرا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الخاتم ده وريني. ما يغلاش عليك يا كرم. بسم الله الرحمن. حلو الخاتم ده وريني. كفاياك يا كرم انت كده مالكش كف بيسا. ليه يا كرم نقرا فتحه. انتوا بتعملوا فتحه ونصب عليا. انا ماليش في سالم. ما اعرفش غير يا دوبك ان اخو شحاته. بتلونوا في ايه بقى؟ انا استنى شحاته لغايه ما يرجع. العمر طويل ليكي. طب استاذن انا. يا راجل اقعد تستاذن. ايه دي حنيه هتروح لحالها. على اطلاق لا نقرا الفتحه ودلوقتي. هولع في نفسي يا كرم بسرعه. هتمثل ولا ايه؟ خلاص حفظنا الدور ده. اتلم يا بيت بدل ما اقوم الم. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا بيت يا بيت يا بيت يا بيت يا بيت يا سالم. لا حول ولا قوة الا بالله. يا سالم يا سالم يا حبيبتي يا اختي. اصبر يا سالم. ليه كده؟ ليه كده؟ حرام عليكي. بقول لك ايه يا حضره الصول؟ احنا عايزين نفك المسجون شحات لحسن نرجس بتقول ان هو لو فضل كده هيموت. ما اقدرش دي مسؤوليه. مسؤوليه دي انت هتعمل لي فيها مهم. هات المفتاح وهفكه على مسؤوليتي انا. والنبي تتنيلي انت تعرفي تبقي مسؤول عن نفسك اصلا؟ ربنا يا ابني يعفى عنك. خدي يا بت تعالي. يا سلام. ده ايه ده؟ القمر زعلان ليه؟ ده الليله ليلتك. ده كاتب كتابك النهارده على جتتي يا كرم. لا على سالم. والمازون ده في الطريق. ورينا هتعمل ايه. ما تستفتح بقى يا سيدنا. مش لما نشوف العروسه مين وكيلها. يعني هيكون مين وكيلها غير اخوها الكبير؟ اخوك كرم وكيلك يا بيسا. يا عم انت شايف في عينيك دي راميه نفسها من سابع دور عشان تتجوزوا. الف مبروك يا سالم. الله يبارك فيك يا كرم. الف مبروك. حلوه الساعه دي. حلوه والله. الف مبروك يا حبيبي. الف بركه. امسك يا كرم. الف لا باس. يلا يا عمنا اندز. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.
قول ورايا. ورايا. يلا بقى عايزين ندخل. الناس تحت مستنيين. لو قربت مني هفتح كرشك. يا بنتي ده انا جوزك بحبك. افتح كرشك يا سالم. خلاص يا بنت اتجننت ولا ايه؟ انت المجنونه؟ الليله حمراء اه. الليله سودا ومنيله بستين نيله. بكره. شكرين. ما هو مش هنخلص من نهر الموال الازرق ده. مش عارف تسك على دماغها وتخلصنا. هي حياتها ملايسه ما فيهاش باب. البيت دي فيها حاجة. قطع لسانك، أنت إيه؟ بهيمة ما بتفهمش. بيتا أشرف مش شرف، دي تربيتنا. ما تتخيلش عن أختك ومرتك يا كلب. هقتلها وأشرب من دمها. أنت رايح فين يا حمار؟ أوعي على طلعت مصايبها غير مغسل إيديها من وسخيتها. أنت اللي وسخ وعايز حش رقبتك. إيه في إيه؟ مش كفاش يوسخوها بالعافية. كمان عايزين توسخوها بالعافية. لا 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 لا، البيت دي شكلها غلطت مع الواد شحات. حرام عليكم تظلموا شحاتها ليه؟ ما يمكن غلط مع حد تاني. أنا يا الحرام نخلص من عارها. أنا ولا بختي يا سالم، هذا الطبان ده وأنا أضربها بالدزمة. فضحتونا فضحت الولية. حرام عليكم البيت بنت بنوت ورحمة أبويا بنت بنوت. هنشوف بنت بنوت ولا ما بنتش. يمين بالله لما طلعت بنت بنوت لكون مفرق فيها المسدس ده. ليه يا سالم؟ أنا حاجة معاك وخليت أنا حاجة معاك. وما رضيتش أخش عليها بلدي. هتشاش يا كرم. وشاش ليه؟ على فلك ما تدخل غير على شالي. هات. يلا يا سالم. استنى يا سالم. أما نشوف. يا سالم هخليها ترضى. لا أنا جاي عشان ما أدري أنا عملت كبير. السجن عاشش في قلبي وماشي في الشوارع نفس اللي باني وخدعني بالرخيص بيعيك هاشي الحمولي أنا ولا هشيل حملي ما عدت أملك شيء فيكي ولا فيا محمد آه شحاتة قالوا لي إن في زيارة عشان في زيارة شحاتة حجاج في حد جاي زيارة شحاتة حجاج يظهر انه مش عايش حياتي اهديك يا عمري وحسي وجوارحي اهديك جارحي هو اللي باقي في دنيتي لما خلص فرحي مش باقي مني غير شوية ضي وعني مش قادرة تلمحني في وحدتي محني مش باقي مني غير شوية حب جرحني ايه مالك؟ سرحان في ايه؟ ابدا بفكر يا ترى انا وطالع هلاقي حد مستنيني قدام باب السجن ولا مش هيعبروني زي ما سابوني كل السنين اللي فاتت دي اوعى تستنى حاجه من حد يا شحاته هتتعب واد يا شحاته تعال عشان اغسل لك دماغك عشان المكنه ما توجعكش اهديك عمري وحسي وجوارحي أهديك جرحي هو اللي باقي دنيتي لما خلص فرحي ايه ده يابا؟ ده واش مين الرسمة دي؟ ده أسد أبو زيد من أسد هو يابا؟ طب البس يا أسد أدي المفاتيح وأدي الفلوس وادي بطاقتك وبطاقة ابوك امي مش باقي مني غير شوية لحم في كتافي بلا
بلشت بطر وفي البحر بلشت حلو في قطر الصعيد في العيد بلش لي كلب الستين وليمة خد اللي باقي من الأمل فيهم القطر يتحرك القطر يتحرك فورا وابني لي من عظمه في كل حارة مقام يا رمى يا ابن الكلب اسرقني أنا عينك والله لا خلص عليك ولا وهم كانوا صارفينك على التموين هات السؤال ده خد يا والله لو قلت القط اوعى يخربشك وزوريني مرة وحيدة لو كل ألف عام ألم الجراح يتلم بيسا بيسا مشيت من زمان طب كرم فين طيب؟ كرم ذهب مع دليح والبص بقى عم النزال يخرب بيتك يا بص ازيك يا احنا ازيك يا ربنا يعوض عليك طيب ما تعرفش طريقه دور عليه على الانترنت بقول لك صالح يا عم في بلاد الله خد ابنك اسف عليا النعمه كابتن انت 100 100 وفتوه اصلا تعالى يا بورصه فهمني ايه اللي حصل مفيش بينا كلام يابا صاحبك هج وبطل الشقاوه روح دور عليه في حته ثانيه روح وبعمل لنفسك فدايه يا عم بروسلي امسك المجنون ده دكتور مهندس دكتور مهندس ثلاثة بالله العظيم ده مكان يا خلق فتشونا يكون معاه حاجة ده انت راق قوي بتسمع السيرة الهلالية مفاتيح ايه دي؟ مفاتيح الدكان وشايل بطاقة ابوك ليه؟ سيبه لو عديت من هنا تاني اعتقال مش حبس روح القطر الصعيد اللي عدى ده لا على الخط التاني هتحرك كمان شوية ايه يا بشر والله ما عارف والحب ضاح من زمان والصبر زال مني والارض ضاقت عليا مدينها ما بقول لك ايه يا ابوي من ده كان بيت عرف حجاج وده منصور يا عم انت في ايه ده الرجال طبط بقى دماغك اما ما تبعوه واللي اشتروه هدوه بين مكان الفندق ده هو من متى تفرن عايش في الصعيد الحريم بطلت تخبز الله يجزي الحكومه انا خليت الفلاحين فلاحين ولا البنادق بنادق الله غالب اقول لك ايه يا عم رفاعي تعرفش اخواتي اخر مره جيت بلد متى اخر مره شفتهم يوم مات ابوك الله يرحمه تعرف ان انا اللي ولدت امك الله يرحمها الله يرحمها الله يرحم والديك الدنيا سقتني المرار ولا ذقت عنب وهنا يا ذي العجب يا ما انا فرحان طلبت اشوف حسنها كشفت لي عنابها صارخت قلت المدد ولا نفر عني مبروك يا شيحته مبروك يا بيسا ربنا يخليك يا رب يلا يا اولاد سيبوا العرسان يقعدوا مع بعضيهم خد اختي يا شحاتها على الله تقدر تحميها ولا تحمي نفسك
مين؟ شحتة قرار. الحمد لله على السلامة يا شحات. ازيك يا قرار؟ كفر يا وحش. تعال تعال بره ليه؟ تعال ليش؟ جيت ما لقيتش حد قلت اريح شوي. تعال يا وحش. وحش فيني؟ تعال قبضوا في الدكان 1,200,000 جنيه حتة واحدة. نفسي اشوفهم، وحشوني يا اخي. وحشوك؟ حش وسطهم الحرامية النصابين دول؟ اخواتي يا قرار. اسكت يا واد حجاج اسكت، داني معلوم منهم علة. ان حد يقول لي خد القرار 1,000 جنيه ولا حاجة؟ شفت الظلم والضلال؟ تعرفش طريقهم؟ راحوا فين؟ ساكنين فين؟ حرقوا المراكب وهجوا. قلت اصلي بعد عنك لحد سأل ولا سلم. انسى اشحات انسى. انسى. يا اختي جميل. يا حبيب. ايه ده؟ تضرب ماما؟ الله. هضربه. هضربه. يلا يا حبيب روح العب كده شوية علشان ماما تخلص. ما بنشوفش حاجة من الدلع ده يعني، مش فالحة غير انك تتفرج على التلفزيون، قاعدة قدام 24 ساعة. اقصر الشر يا سالم وخلي اليوم ده يعدي. طب انا عندي فكرة أجمد من ده كله. يا بنت انا عامل لك مفاجأة. هاخدك تزوري حبيبك. سيدنا الحسين يا بنت مالك؟ مدد يا أهل البيت. لو الدنيا توهتكم عن بعض يا أولاد، تيجوا هنا هتلاقوا بعض. مش عاوزكم يا أولاد تفوتوا جمعة من غير ما تزوروا سيدنا. خد فلوسك يا بيه، انا مش شحات. يا ابني كلنا بنشحت من بعض، هي ماشيه غير بالشحاته. اتكل على الله يا ابني. ما شاء الله ما شاء الله، لا خضار ولا فاكهه ولا موازين. شقق وفيلات. شوف اللي بهوات بصحيح. حجاج. ايوه يا بوي. حاجه ساقعه لعمك كرار. عيني يا بوي. شوف انا مش عايزه يعرف لنا سكه نهائي. ولو تعرف تسجنه من تاني اعملها. بحالف ومستحلف وعمال يسب ويلعن. السجن بوظ اخلاقه خالص. بشال طبنجة يا سالم. عارف انك اتجوزت بيسه؟ لا. برقبتك لو عارف. التهبل انت التاني، ما هو مصيره هيعرف. مش عايز يكون زي طول الهاجر لما كنا رتبنا نفسينا. طب هو فين دلوقتي؟ هو عمال يلف من مشرقها ومغربها يدور عليكم. يا شقة انا بكم. من 500,000 لـ5. انت عارف احنا في عز الغلي والحديد بيجي نار. ما تأمرش بحاجة تانية يا معلم طلب. أمرك بكل خير يا كرار. خد. ولو عزت أي حاجة تانية أنا في الخدمة. إحنا بس بنعمل الواجب. أصيلة كرار. السلام عليكم. نورت. هو في إيه؟ زي ما أنت شايف يا بلدينا بلا أزرق خناقة زي كل يوم. على صغيرين جوا على كل اللي بيحصل ده. صغيرين مين يا عم؟ ده انت اللي صغير. شحات اوت. الحمد لله على السلامه. اقول اتعجلك الحمد لله على السلامه. انت اخواتي يا ولد. سبتهم ايه؟ دول هم اللي سابوني بعد الدكان ورموني في الشارع. طب ما تعرفش راحوا فين؟ طيب هاجوا من المنطقه كلها ومن ساعتها ما حدش عارف لهم طريق. على بورس عشان اوت يدوس عليك بجذبته. مش دي الواد بورس؟ ايوه هو. تعمل ايه؟ تعمل ايه يا شحاته؟ ما الناس صالح دي علمت بعضيها. ارجع يا شحاته. يا عالم يا هو واقفين تتفرجوا على ايه؟ ما تخافش يا بورس. خلاص يا مرس. حد يجيب خلاص. حرامية وقفت تتفرج على ايه؟ ما تخافش يا مرس. سعادة. هتعيش. افتح. افتحوا. افتحوا الباب. الواد هيتصفى مني. انا معايا فلوس. معايا فلوس. يا ناس. يا دكاترة افتحوا. الواد هيموت. الواد بيتصفى. افتحوا يا كفرة. افتحوا. افتحوا يا كفرة. افتحوا يا كفرة. هات نفس من السجارة دي. انت فيك نفس يا ابن الجزمة. قولي بقى يابا انت بتعمل معايا كده ليه؟ ما تقوليش عشان مزيحة كرم. الحكاية دي ما تاكلش معايا. لو كان على ريحة كرم كان حاجتها ولع فيك الجاز وسخ. انا بقول كده برضو. اما ليه بقى؟ زسيني. مش مهم. فهمت. خلص
عم ضحي. ازيك يا عم ضحي؟ ازيك يا حبيبي؟ عاش من شافك. ايه بطلت تبيع سمين ولا ايه؟ هي البلد دي عاد فيها حاجه سمينه. وده ايه ده؟ زيت ولا جاز؟ يا ريت ما عادش منه، بيروح هناك، ادينا بنعبى ميه تنين ونبيع للناس. ربنا يديك الصحه يا عم ضحي. تعال خد لك شويه ميه. شكرين. السلام عليكم يا حجه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت مين يا ابني؟ انا شحاته ولد حجاج. شحاته؟ ازيك؟ ازيك يا امي؟ ازيك يا ضنايا؟ ازيك يا اخوي؟ انت بخير؟ الحمد لله. ما اقول لك ايه يا امي؟ كرم فين؟ كرم جوزت الشوم جوزت الندامه، ما هي ناس ليها بخت وناس ليها غباوه. طب هو فين؟ سحب البت انجي يا اخويا ورا ووقف في طابور المستشفى. ادعي له يشفي ابنه ايمن يا ابني. يا ساتر بقول به ده وسخ واطي بس وحشتي شحاتة. يا مصير الحي اتلاشى. ازيك يا شحاتة؟ ازيك يا كرم يا اخي. انا لو ميت كنت افتكرتني وزرتني مرة. انا محرض منك يا صاحبي، وسخت معاك قوي. اخواتك رموك في فلاعة وانا قفلت عليك بغطاها، بجيليش عين ابص في وشك. انا مش زعلان. قصره فين بيسا يا كرم؟ انت دخلت السجن من هنا والدنيا صغيرت، اديتني قفاها. صاحب البيت عرف اني ساكن من وراه فوق السطوح، قام زعطني وكان هيزعط كرار، بس السكان اترددوا فقام قعدوا. انا ما لقيتش مطرح اتوى فيه غير بيت ام هندي، وعايش في البيت من ورا الست على طرطيف صوابعي، ما انت عارف ان نظرها نحيف. فين بيسا يا كرم؟ بقول لك ايه، ما تنخرش في القديم، القديم لو نار ولعت هتوهوج ومحدش هيطفيها. لا على رقبتي ان انا اقول على مطرحكم طول ما احنا ملاح مع بعض واختي مبسوطه ومفيش شيطان بينا، بس برضو العقل بيقول نراعيه شويه، نكسر سمه بقرشين والقرش في عين امه غزال. شوف يا اخ غباوه انت، لو كنت نسيت من هو المعلم طلب حجاج افكرك. انا ممكن اكتفك هنا واقطع لك لسانك من لغلوغه علشان تبطل الرد بتاعك دي. وكنت فاكر يعني جوازة سالم من بيسي هتخليك تمسكنا من رجبيني تبقى غلطان دلوقتي اخليه يطلقها وتبقى جزر وقطمها جحش، فاهم ولا؟ خلاص يا طالب، انا هكفل امارك يا اخوها وال10000 جنيه يا طالبهم كلام مش حاتي، انا هدفعهم كفايه. انا صايب بقى ونخش في بيزنا ما نخلصش مني. لو جرب هنا هخليه وانا سابوه في تربته. انت حمار انت التاني، كانت الدنيا ضاقت بيك مفيش الا خدت اخوك تتجوزها. ما اخوها اللي فسخ خطبتها الاول. بلا اخوها برامها، انت كنت عايز تنتجم من شحاته فيه. بيسا بتحبني وجابت مني عيل. يا اخي تنيل، لعن ابو الرجاله اللي كده. معقوله شحاته والد المعلم حجاج جبكك ده بلطجي ومعاه طوانجه؟ ما هو معذور يا عم، اخواته مرسوا منه ولهفوا فلوس الدكان ولازم ياخد حقه منهم. تلاقيهم ما بيناموش الليل من الخوف يا جدع. راجل للولا شحاته ده، انا سمعت ان اشترى طلقات للطبانجه بتاعته اتخلص عليها بلد بحالها. خبر ايه الداله؟ هو شحاته بقلبانه في خشمكم عمالين تمضغوا فيها طبانجه ايه وزفت اللي بتقولوا عليه؟ خلاص عملتوه بلطجي. اه يا جدع بقى بلطجي، ده ضرب يجي 30 راجل في الموقف لوحده وخلى الرجاله تجري من قدامه ايه زي الفراخ. ايوه، وقتل اثنين منهم بالطبانجه بتاعته دي وهرب والحكومه ما عرفتش تمسكه. حد فيكم شاف طبانجه شحته دي؟ يعني شفتها وكدبت عيني. طب اكتم اكتم، حرام عليكم كلامكم ده هيشعللها نار. يا احلى من المانجا يا موز. بقول لك ايه يا ريس، العربيه دي بالموز اللي عليها تطلع بكام؟ اشمعنى شاري يعني ولا بتتسلى؟ يا عم هتسلى بعربيه موز، شايفني قرد قدامك خلص، تطلع بكام؟ البضاعه ب 500 والعربيه ب 1000. انا هديك في الاثنين 1000 جنيه وفلوسي جاهزه. بايع؟ بايع. حلال عليك. حلال عليك. ازيك يا شحته؟ ازيك يا كرم؟ صباح فولك كبير. مع خير كبير، وبقيت في تهوه وكبير فادقك ده يا اخي. مش عارف انا سبت اجري كل ما تشوفني. السيف ولا الغنى يا واد عمي؟ وعلى ايه الصيد ده؟ انا اقول لك على ايه، اسمع واستفيد. الناس محتاجه فتوه، محتاجه بطل. ضربت لك وجه لمين؟ قالوا جاب في الحي بحاله. خلصت البورس من عيلين خايبين، قالوا عركه وطار فيها رقاب. ما احنا بقينا في زمن الانصاص، تلاقي نص رادل، ربع رادل. الناس محتاجه رادل بحقيقي، رادل زي صلاح الدين الابنودي، خدت بالك؟ الرادل اللي على الفلينه دي محدش يعرفه، بس بيقولوا عليه كان فتوه دامت جوه ومسدل، بس مسدل خطا. ليه؟ لانه كان دكروماطي، يعني بتاع دكروماطيه مش من العدو. يا اخي بطل يعني عجد كل ما تشوف خلقتي. انا عايز اعرف اخواتي فين يا كرم. انت طول عمرك بتفكر غلط، انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلك فين؟ بقول لك ايه، اللي ده يسيبهولي انا بقى افكر لك فيه. شايف عربيه الموز اللي هناك دي؟
دي بتاعتك ومعايز ثمنها، ابتدي بيها حياه جديده وانسى اللي فات. جبت فلوسها منين يا كرم؟ وانت ليك واكل ولا بحلجه؟ ما علينا، انا عايز اخواتي. وما تقلقش انا ما عنديش نيه للانتقام يا كرم. انجي ازيك؟ ازيك يا بيس؟ الحمد لله كويسه. امال كرم فين؟ عند جوزك تحت. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. انت كنت خارجه؟ لا انا لسه راجعه من بره. ابنك عامل ايه دلوقتي؟ نحمده، وها عمالين يهروا جدته بالكيماوي. انت بطنك منفوخه يا بت. غلطه. غلطه يا بهيمه؟ هتعملي ايه لو لا قدر الله جبتي عيل تاني عنده نفس العيه؟ يا اختي رب الكريم اسمعني بقى قبل ما كرم يتوب. ايه؟ شحاته خرج من السجن. كنت خايفة لما تخرج واحكي لك، ما تقدرش انا اتعذبت قد ايه. ايه ما دقت على الراس طبول؟ كان ليا واحد زميلي في السجن خد اتنين اصحابه وراحوا يسرقوا، قاموا الاتنين اتمسكوا وهو هرب. اول واحد اعترف عليه من اول قلم والتاني ما نطقش. الغريب انه فضل يعامل الاتنين عادي زي بعضيهم. رحت اساله قال لي كل واحد منينا له طاقه وما حاش له ذنب ان طاقه احتماله اقل من التاني. واحده غيرك كانت بعت القضيه من زمان، هات لنا حم الشعر بعد يا سعيد. ولا حرجت نفسيها ولا غيره، ولا كانت عرضت نفسيها للذل اللي انت عشتيه. شبهك. وفي من اهل ابوه. مين ابوه؟ هو راجل سواق ولا بتاع كارتة؟ ما سألتش كرم ليه. كرم وانت حاسس ان اول ما اشوفه هضربه 100 قلم على وشه؟ لقيت نفسي باخده في حضني. انا اعرف ابويا بيسا. لا ما تعرفش ابوه، اخويا تعرف عليه وانت في السجن. المهم انت ناوي على ايه؟ مش عارف، دماغي ساحت، حاسس اني تايه بيدور على تايهين. واحنا صغيرين كنا نركب الاتوبيس نلاقيه زحمه موت. هما صحيح ليه بيقولوا زحمه موت مع ان الزحمه دفى؟ ابويا كان يفضل ينشن على واحد حاسس انه نازل قريب، يقعد وياخدني على حجره جنب الشباك ويزنق بقيه اخواتي جنبي، وانا في عز الزحمه اسرح واشم الهوا ولعبه في صوابعي. ما فوقش الا وسالم بيزغدني عايز ياخد مطرحي جنب الشباك. انا عمري ما شفت من اخواتي حاجه حلوه، بس برضك عايز اتدفى في حضنهم واشم فيهم ريحه ابوي. بس دول سجنوك يا شهاده، قدرت تسامحهم؟ اه يا بيسا، اخواتي فضلوا يضربوا فيها لحد ما جتتي نحستش، مبقاش في حاجه توجع. الحاجه الوحيده اللي ممكن توجعني اني اعيش لوحدي واموت لوحدي. خايف لما اموت محدش يمشي بجنازتي. الدنيا دي غريبه قوي، هما بيهربوا منك عشان خايفين وانت عايز تروح لهم عشان خايف. وحشت
وحشتيني يا بيس. انت كمان وحشتيني قوي يا شحاتة. ايه مالك؟ عمرك ما شفتني قبل كده؟ هو انا شفت منك حاجه من ساعه ما اتجوزنا؟ كل مره بحس ان انا بقت القتيل. وانا عمري ما هسلم لك بمزاجي، لان عمري ما حسيت انك جوزي. عرفت مش هتخرج من السجن؟ يعني عرفت. شوف بقى يا بيسا، انا قرفت وجبت اخري معاكي، بس قسما بالله اعرف انك شفتيه ولو صدفه هذبحه لك واقطعه لك هنا. ما كفاكش انك سجنته واتجوزت خطيبته وسرقت فلوس وبعت دكانه؟ دكان مين يا مو دكان؟ صدقته اليافطه ولا ايه؟ وحياه الايام السوداء اللي عايشتني فيها وحاسسني اني مش راجل، ما اسيبه الا لما اصفي دمه. مالك في ايه؟ هو كان حد داسلك على طرف؟ ما تبطل غل بقى، ده السم اللي جواك من شحاته مخليك تكره نفسك، اوعى تبلع ريقك يا سالم لا تتسمم. ايوه بكرهه، وكل ما ترفضيني بكرهه اكتر، بتمنى الحلم من على وش الدنيا. قال يعني لو سبت لك نفسي بمزاجي مش هتقرب له. طب جربي كده وشوفي، وعهد الله ما هقرب. لا يا سالم، مش هتطن بمزاجي طول ما انا عايشة. طب ورحمة اللي مات لي ومات لي يا رئيسة، ما سيبه لما صفي دمه وبكرة تشوف انا حامل فيه ايه. يا قلب اختك. عيني يا ابو، عيني يا ابو. انا قلت انت الوحيدة اللي تقدري تاخدي بالك مني، ما انت عارفة ظروفي، انا اخر واحدة تقدر تقف جنبه. تلبسي رايحة فين؟ هروح اجيبه، مش هيبعد عن حضن اخته تاني ابدا. تبقي ارجل من اخواتك. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، منهم لله. البيت بيتك يا بيسا. اوعي يا نجاح يعرف ان سالم جوزي، لو عرف برج من دماغه هيطير، ومش بعيد يرتكب جنايه ويدخل السجن تاني. ما تخافيش يا اختي، ما تخافيش. شحاته. نجاح، نجاح. يا خلف ما ماتش يا طير، يا خلف ما ماتش يا سالم. ايه طب يا نجاح؟ طب اقعد نتكلم مع بعض. هنتكلم عندي. طب رايحين فين طيب؟ على بيت اختك يا حبيب اختك. رب رب هناك يا نجاح. تعال 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 معايا يا شحاته. والختمه الشريفه كان ابويا بيزورني. ادخل يا غالي، هحضر لك لقمه. هو انا وحش جو كده يا نجاح؟ انت ليه بتقول كده يا شحاته؟ انت طول عمرك احسن واحد فينا. امال ليه عمرك ما زرتيني في السجن؟ كنت اقول لك ايه ولا اوريك وشي كيف؟ ده ابوك الله يرحمه قبل ما يموت كان موصيني عليك يا شحاته. مش انا جبت شحته؟ بعدين انت ما دخلت السجن. الصلاه على النبي. يلا يا اولاد خدوا كراميل. بنت يا بهيه، تعالي سلمي على خالك يا بنت. لا ده مش خالي، انا خالي اسمه طلب والتاني اسمه سالم. اكتبي يلا على جو. بنروح على البيت شويه يا نجاح. انا هعمل لك لقمه. نجاح عندك جلابيه من جلاب ابوي؟ عندي يا اخوي من عليا الاثنين. ربنا يرحمك يا ابا. اخواتك خطفوا الجلاليب
وانا لحقت دي؟ امسك يا اخوي. حتى ريحتك يابا راحت من الجلابيه. بلش غير اخواتي اشم ريحته فيهم. الحمد لله. اها انت قلت حاجه. شبعت يا نجاح. بعدت لسه مش متعوده هتقلب. طب يلا قوم بينا على القهوه نشرب شاي هناك. عايزك توديني لاخواتي يا علي. يا دي اخواتك اشحاتي. اخواتي يا علي عايز اشوفهم، عايز اكلمهم ويكلموني. من ساعه ما دخلت السجن وانا مستني اشوفهم، لازم افهم حددنا الخطط دي يا اخي. يلا يا ولاد على جوه يلا. تعالى شيل معايا يا علي. مش عايزه تعرفيني طريق اخواتي ليه يا نجاح. اعتبرهم ماتوا يا شحاتة. لو كنت تحب اخوك عرفيني يا اختي. بموت اقول لك. ماشي يا نجاح. رايح فين يا شحتي؟ رايح ادور علينا يا علي. واخرتها معاك ولا الحجاج؟ يا عزك يا نجاح يا عزك يا نجاح يا عزك يا نجاح. حبسوك يا اخوي حبسوك وكسروا ظهري. رموا لي فلوس عشان اكتب الحج. كتبته. انا البغض يعني الصمت الرهيب لا بالهمسي ولا باللمس. تعمل كده ليه يا ابن الجزمه؟ ده انا اللي انقذت حياتك. ومين قال لك ان انا جاي اخد روحك؟ انا جاي اعورك تعويره تغيرها في وشك للشهره. تعورني انا ليه؟ عشان ارجع الست اللي انت خدته مني. جاي تضربني يا ابن الكلب يا واطي وانت ما فيكش قلم. انت تضربني لا تحت وانا قصدك ده انا جاي اعورك بس. وحياة امك لان اللي هعمل لك سيدي هايه. طب والنبي ما تنزلها على اليوتيوب. فكني بقى يا شحت عايز اصطاد ميه. طيب هفكك بس عايزك تعرف لي طريق اخواتي. هتفضل الاول. لو بتحبيني يا نجاح بلاش تيجي هنا تاني، انا هبقى اعدي عليكي. يبقى واكل ما عجبكش. ما عجبنيش كيف بس يا نجاح؟ وانا اول مره اكل من يدك. انا بس مش عايز اتعبك. احنا اللي تعبناك يا شحاته. يا ريس صباعين موز وحياه والدك. الله يرحمك يابا. لو كان عايش ما كانش يصدق ان الموز بيجي يتباع بالواحده. بص يا اخوي انا دبرت لك قرشين من ورثك من ابوك لحد ما اجيب لك باكيت ورثك على داير مرلين. انا مش عايز حاجه يا نجاح، انا عايز اخواتي. لسه برضك ما عرفتش فين اخواتي. يا عم لسه لسه لسه. هو انا لو كنت لقيت ميت وما لطمتش؟ في اتنين عاطين قلق بس بيقولوا النعم ظهر عليه اليومين دول. شكله كده قافش من اخواتك قرشين عشان ما يدلش على مكانهم. هي كانت ناقصه نداله يا كرم. يا جدعان انتوا رايحين بعيد ليه؟ وطرو بيسا وهي جايه الكرم وايه اللي هتوصلنا ليهم؟ اما انا تغف صحيح ازاي ما فكرتش في الحوار ده؟ طب وبيسا مالها ومال اخواتي؟ يا عم هي مش بيسا، مرات اخوك سالم. ايه؟ ايوه ايوه مين مين؟ هذا طيب طيب خبر ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ شحته ايه؟ اضرب يا شحته. بس يا ولد ادخل الاول. اضرب. انا ما كنتش راضي معاك من الاول. اضرب يا شحاتة. بس يا اخويا عشان بس يا اخويا بس يا روح. انا لازم الحقه. استني يا بيسا استني يا بت. يا بيسا افهمي، حد يشوفك معاها يبقى اخر يوم في عمرك. مش مهم، مهم ما يبقاش اخر يوم في عمر شحاتة. لما سالم يرجع اقول له رحت اجيب حاجات لازماني للفرح. طب ما تعوجيش. مبروك يا حجاج، مبروك يا عم طالب. الله يبارك فيك. ما تقوم بقى تجهز نفسك ولا انت مش عريس؟ حالا اهو يا ابوي حالا. مديني ظهرك ليه؟ ما بتبصليش ليه؟ مش عايز اشوف ولا اسمع. لا انت لازم تسمع. سكاكين بتقطع في جسمي كل ما اخوك يلمسني.
انا ياما رجعت على السرير ولا هو هنا، زي ما كنت ذبيحه بتبحها كل يوم، برضو مش عايز تبصلي. بس انا ساعات بتجيلي طوفه تخلي ريحتك ماليه المكان، ببقى عايزه اجري البس متهيئه واجري عليك وارمي نفسي في حضنك وافضل ابوس فيك لغايه ما الاقيك دايب قدامي، ادخل جواك وتدخل جواي، ريحتك مزينه المطرح لغايه ما يغمى علي وما افتح ولاقيك اخوك مش انت، افضل اصرخ هو ولا هو هنا، يجري يستحمى يغني، مش مهم تسامحني يا شحاتة، بس ابوس رجلك تبعد عن سالم وتغلب وتنساه، ابوس رجلك اسمع كلامي. سنين وانا بصبر نفسي بطعمك اللي ما دقتوش، بحبك اللي ما عشتوش، بلعن غيبتك عني كأن أنا الغايب، حطيت في ظهر الظلم كأن أنا الظالم، وعملت نفسي نسيت، وأقول لنفسي كله يهون يا شحاتة، فاضلش غير بيسة يا شحاتة، هتعدي الأيام وتطلع وتاخدها في يدك وتروح لإخواتك وتلم فتفيت أبوك وتعيش، كلكم خاينين، طالما إخواتي خانوني، وأنت خنت نفسك. بس هما لسه اخواتي وانت ما بقيتيش تخصيني. ساكنة فين يا بيس؟ ساكنة فين يا بيس؟ مش هقولك يا شحاتة. لازم تقولي لي ساكنة فين يا بيس؟ مش هقولك يا شحاتة. لازم تقولي لي ساكنة فين؟ قولي له يا بيسة، قولي له بيان انه استحلى الظلم، ما هو في ناس كده تحب طول عمرها تتضرب وتشتكي، تتضرب وتشتكي. دول اخواتي يا خلق، اولع فيهم يولعوا فيا، انا حر يا اخي، عايز اشوفهم، عايز اشوف اخواتي يا كرم. ساكنه فين يا بيسه؟ قولي لي ساكنه فين؟ مش هقول لك يا شحاته. مش هسيبك الا ما تقولي لي ساكنه فين يا بيسه. الواد هيقع مني يا شحاته. فرد بيسه من المشوار ده، مالكش صالح يا ست متجوزه، خليك انت في دور الضحيه اللي انت عايش فيه. ايه العبارة يا كرم؟ مصيبة يا معلم طلب، مصيبة حطت على راسنا كلنا، دلوقتي شحاتة عارف ان سالم اتجوز بيسا. قول ايه؟ شحاتة شاف مرته؟ يا دادا عيب، وانت شايفني بجنون قدامك ولا ايه؟ دي اختي برضك. اسمع يا معلم طلب، دلوقتي انت الكبير واجب عليك تلم الحوارات دي كلها. ونلمها كيف يعني؟ شحاتة مش ههدى له بال لما يقابلكم، انا شايف انك تروح له لحد عنده وتهدي نفسيته وتظبطه بقرشين عشان يحل عن قفاكم. ملاها في 10,000 جنيه. ولا تكون ما اديتهملوش يا غباوة. يا دادا عدتهم له وصلوا له واسألوا، وايش تكون ال 10,000 جنيه دي بالنسبه لحقه في ورث ابوه؟ ايه اللي جاي تخرف تقوله ده يا كرم؟ شحاتة مالوش ورث عندينا. شحاتة مش عايز فلوس منينا. شحاتة عايز ياخد بطاره في تربيسه. لو هو بحنا مالوش عندي غير بوه. يابا الباشا وصل. يا مرحب بالباشا. يا مرحب. انا بتصلي على النبي كده مستوصي فيكم خير، وشحاتة ده طول عمره بيعمل معانا الصح ولازم نرد له واجبه. امين امين. شحاتة شحاتة فين يا برص؟ ابسط يا عم، عرفنا طريق اخوانك. ايه؟ والله معايا العنوان. فين؟ الله اكبر، ايه المسوم؟ كل ده بتلمس. الله اكبر، فعلا اللي شفته ولا خليش على النازل. ايه يا بيسا؟ ما زدتيش لحد دلوقتي؟ ماليش مزاج، بنيم الواد، احسبها زي ما تحسبها. ماشي يا بيسا، هعديها لك، بس حسابك معايا بعدين. We'll be right back.
يا سالم ما عاودش حاجة، ما عاودش السلاح يا سالم، ما عاودش السلاح يا سالم. ومين يهمه لو ان دم عصفور صغير على الارض سال، لو ان ورده لسه بنداها دوسنا عليها والغصن مال. ومين يهمه بلاش تجاوب على السؤال، اكتم في قلبك صرختك بلاش تجاوب عالسؤال، قصد الإجابة تموتك. البرص جالك يا اصحابا، بصه اثبت يا بوشتو لأهله. اوعى شحاتة شحاتة، البرص هو اللي هاخد لك حقك يا غالي. اوعى تعمل لهم حاجة يا عم، انتوا ضاربينك بالنار يا اخواتي يا ابن الكلب. حد شفناه يا دكتور؟ خد حط دي تحت لسانك مش هتحس بالوجع. مالا لو حد فيهم عاش مين يهمه لو اتسرق نبض الخطاوي من الشوارع والامان هجر البيوت والخوف خطف مننا لما عينينا والقهرش شان كابو ومين يهمه والآن قلبه روح باسمه والآن وطن بيسلم حروف اسمه بيخلق آخر هجمة على جسمه ومين يهمه الآن وطن بيغير العين ومنين نجيب قدرة تملانا تاني بروح تدب فينا حياة من سهوان وجروح ومنين نجيب قدرة تملانا تاني بروح تدب فينا حياة من سهوان وجروح لو لسه في قلبي وقلبك أحلام مش راضية تموت لو لسه الكلمة بلدي ريحة وطعم وجبروت المحنة سحب هيعدي والصعب أكيد حيفوت طول عمرك وانت الأبقى والخالد رغم الموت لو لسه في قلبي وقلبك أحلام مش راضية تموت لو لسه الكلمة بلدي ريحة وطعم وجبروت المحنة سحب هيعدي والصعب أكيد حيفوت
الأبقى والخالد رغم الموت هو مين يهمه لو إن دم عصفور صغير على الأرض سال لو إن وردة لسه بنداها دوسنا عليها والغصن مات هو مين يهمه لو إن دم عصفور صغير على الأرض سال لو إن وردة لسه بنداها دوسنا عليها والغصن مات حروب اسمه بيخلق آخر هدمة على جسمه ومين يهمه مين يهمه لو اتسرق نبض الخضاوي من الشوارع والأمان هجر البيوت والخوف خطف مننا لمعت عينينا والقهر عشش عنكبوت بلاش تجاوب عالسؤال اكتم في قلبك صرختك بلاش تجاوب عالسؤال قصد الإجابة تموتك ومين يهمه الآن وطن بيغير العنوان